مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الإخباري ما بعد المنتصف. نعرج فيه عند مواضيع متعددة، ومحطاتنا لنهار اليوم نستهلها بإعلان المجلس الدستوري عن قائمة النهائية لأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية لهذا 7 سبتمبر. في ملفنا الدولي، استمرار حرب الإبادة الجماعية على غزة، والجزائر تدين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية بطهران، معتبرة العملية الشنيعة والغادرة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية. وعلى خلفية موقف فرنسا من القضية الصحراوية وسحب السفير الجزائري، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد أن رد رئيس الجمهورية على تبريرات ماكرون كان صارما وحازما ودقيقا للغاية. وفي آخر مواضيعنا سنقف في ملف اقتصادي على تنويع الشراكات وترقية المنتوج الوطني، لكن قبل أن نفصل في كل جديد ما بعد المنتصف نتابع تفاصيل النشرة المحلية مع الزميلة أميرة مداحي، ونعود للتفصيل في كل محطاتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل النشرة المحلية. بداية، يشهد حي أجوجن ببن يزقن بولاية غردايا إعادة تهيئة للطريق وصيانتها بعد تعثرها لأسباب تقنية استجابة لمطالب وانشغالات الساكنة. المتابعة لأمن شقلقل. هكذا هو حال الطرق في حي أجوجن ببن يزقن، حفر وطرق مهترئة، أتربة وردوم في كل مكان، وأشغال إعادة التهيئة طال أمدها. قعدوا 3 سنين ولا 4 سنين هم يخدموا فيها، وباش يديروا طريق اجتنابي للناس خلاو حفر. رانا نبدلوا لا سيسبونسيون تقريب كل شهرين، نبدلوا لا سيسبونسيون تاع الكروس. رانا نعانوا معاناة اللي ما جيش في البال. ماذا بنا أقرب وقت يديروا حل هذه الطريقة دي. كاين مواطنين بزاف، كاين أجنبيين راهم يجوا سياح، وش يقولوا له راهم يشوفوا مش مليح طريق كيما هذه عمومي، أنت شو يقولوا له تقعد للدرجة هذه قداه نعام؟ مازال ما تصنعتش، ماذا بكم أقرب وقت شوفوا لنا حل هذه الطريق. ولأن أشغال تجديد قنوات المياه الشروب وإعادة قنوات الصرف الصحي تأتي قبل تزفيت الطرقات، تسارع الشركة المكلفة بالإنجاز الزمن لإتمام الأشغال سريعا. رانا مع طريقة جوجن، رانا مع لاسي ميسو دايرين بوسيبل كاع واش كاين، رانا نخدموا ديريكت براسك مع هذاك تشوف الوقت السخانة ومن كاع واش كاين، وبربي إن شاء الله كل شيء فرا ويجي القدرو وكل شيء يحضر إن شاء الله. تواصلنا مع رئيس بلدية بونورا لمعرفة سبب تأخر الأشغال والجهود المبذولة من أجل إتمام المشروع وتسليمه، فكان الرد من إسرفان إلى أحباس. حقيقة المشروع يعني كان في بداية الأمر إعادة قبل إنجاز المشروع تسفيت الطريق، إعادة قناة رئيسية للماء الشرب، ثم بعد ذلك ظهرت لنا كذلك إشكالية أخرى وهو ضرورة إعادة قناة الصرف الصحي القديمة. وبالتالي هذا المشروع في طور الإنجاز، إن شاء الله في خلال 10 أيام أو أسبوع سوف نتم يعني في إعادة هذه القناة الرئيسية، ومن ثم يعني نستمر أو نبدأ في تسفيت هذا الطريق. وما يتعلق بطريق أحباس انتساء إلى سارق إبراهيم، كذلك المشروع في بداية الأمر كانت يعني إعادة أو إنجاز قناة الرئيسية لقنوات الصرف الصحي، ثم قناة الغاز الطبيعي، والآن حاليا المشروع تقريبا في نهايته. بفارغ الصبر ينتظر سكان أجوجن إتمام الأشغال وتعبيد الطريق، خاصة وأن الممر يكتسي أهمية بالغة كونه طريقا حيوية يربط وسط المدينة بالواحة مقصد السكان والسياح فصل الصيف. تربويا واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، تدعمت ولاية تلمسان بمنشآت تربوية جديدة في العديد من الأقطاب السكنية خاصة في المناطق النائية، من شأنها تخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية الأخرى. أمين مسعودي.
منطقة أوزيدان بشتوان بولاية تلمسان تستفيد من مشروع لإنجاز ثانوية وآخر لمتوسطة بحي الحمري. الأشغال تسير بوتيرة متسارعة استعدادا للدخول المدرسي المقبل، لتنتهي بذلك معاناة التلاميذ مع التنقل لمؤسسات بعيدة. واش نقول لك، أنا كانوا عندي بنيات يطلعوا لحتى النيجري يقراوا في الكشفة الركبة هذيك، اليوم راهنا الحمد لله، هذا راهم داروا لنا هذا المشروع تاع هذا الليسي والحمد لله. سيام جيت الحمري من هي سمعتني اللي يرفع الغبينه، خطر تعد انا بالي وزيدان راها فيها بزاف تبارك الله السكان سمعتني اللي، وان شاء الله نتمنوا الخير لينا ولهذه البلاد ان شاء الله. بلديه سيد العبدلي هي الاخرى استفادت من مشروع لانجاز هذه الثانويه. الاشغال قاربت على نهايتها لتكون جاهزه لاستقبال تلاميذ الثانويه القديمه في احسن الظروف. احنا الثانويه كانت عندنا قديمه منذ 1986، الحق كانت ديغرادي لواحد الدرجه غير وظيفيه، ولادنا ما كانوش يقروا في اريحيه، ظروف العمل حتى بالنسبه للموظفين كانت مشي مليحه، والحمد لله بفضل الدوله الجزائريه رانا تمكننا من هذا الثانويه الجديده. نسبه تقدم الاشغال تقريبا راهي تتراوح ما بين 75% و80%، الاتفاق مع مكاتب الدراسات ومديرية الإجازة العمومية وكذلك مؤسسة الإجازة المقاولة للخواص كان فيه تعهد أن نستلم كل هذه المرافق نهاية ابتداء من 15 أوت، ما بين 15 أوت و 31 أوت إن شاء الله نكونوا جاهزين للدخول المدرسي 2024-2025. قطاع التربية بولاية تلمسان يتدعم خلال الدخول المدرسي المقبل بخمس ثانويات، أربع متوسطات، وثمان مجمعات مدرسية ابتدائية، إضافة إلى أقسام توسعة. تربويا دائما، نظمت السلطات المحلية بولاية تيمومون حفلا تكريميا على شرف المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث تم تكريم أكثر من 25 تلميذا وسط أجواء احتفالية بهيجة. أيمن حنفي. وسط حضور كبير للتلاميذ رفقة أهاليهم بهذه القاعة بمدينة تيمومون، أقيم حفل تكريم على شرف المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، فعمت فرحة النجاح والتشجيع. والله فرحة لا توصف صراحة، بعد اللي تشوف المعدل كاع هذاك التعب تاع العام تحس انه يستحق في النهاية، وصراحة يعني صح هو في التخصص اللي راح تخيره. يعني هذا النجاح كان من كل المرة الأولى بالمجهودات، يعني تقدر تقول جبارة، وليس مجهودات شخصية فقط، مجهودات أساتذة وكل طاقم ثانوية تلك مدينة تيمون. أملي هو التخصص في جراحة الأعصاب والمخ إن شاء الله. الحمد لله، وهذا كل شيء كان بفضل توفيق الله أولا، ومن بعد تشجيع والدي وأساتذتي بالدرجة الأولى، وكانت لي وفرحة كبيرة لي نهار اللي جيت وكرمني هنايا الوالي. عرفت النتائج هذه السنة بولاية ميمون تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات الماضية، ويعمل على تحسينه أكثر. كان التكريم أيضا يرقى إلى مستوى تطلعات هؤلاء التلاميذ، هؤلاء الفرسان الذين جدوا وكدوا خلال سنة كاملة وخلال سنوات من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. كما شهد الحفل أيضا تكريم المؤسسات الرائدة بتيميمون تشجيعا لتقديم الأفضل. ونختم بتحسيس والوقاية، حيث تكثف مصالح التجارة من خرجاتها للوقاية من التسممات الغذائية، وكذا مراقبة شروط حفظ المواد سريعة التلف حفاظا على سلامة المستهلك خاصة خلال فصل الصيف. هاجر بن كيران وتفاصيل. تواصل مصالح التجارة بولاية ورقلة حملاتها التحسيسية حول الوقاية من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في درجات الحرارة ما يؤثر سلبا على السلع، خاصة منها سريعة التلف. من أهم النصائح اللي رانا نقوم بها خلال الفترة هذه هو يعني عدم اقتناء السلع المعروضة يعني على أشعة الشمس يعني وعلى الأرصفة،
اتباع شروط النظافة والنظافة الصحية، يعني غسل الأيدي بالماء والصابون، يعني الاقتناء يكون من محلات تكون نظيفة، الأغذية تكون المعروضة يعني مغطاة. قبل ما نشري الحوايج لازم نقرا لاطات أولا، كيما البيض كينصيبو برا ما نشريش، الفورماج، الياورت، اللحوم، كل الحوايج تاع اللي يفسدوا ما ندورش بهم. الحملة التوعوية إلى جانب المستهلك استهدفت أيضا أصحاب الفضاءات التجارية، وذلك من أجل تذكيرهم بواجب المحافظة على النظافة والتأكد من شروط حفظ السلع وسلسلة التبريد. نحن كتجار وخصوصا مع ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة عملنا على رفع درجة التأهب القصوى لمراقبة تاريخ المنتوجات وكذلك مراقبة سلسلة التبريد. طبيعة المكان، أسكو مهوى مش مهوى، النظافة، العرض المنتوج، هذا كل لازم المواطن يراعيه. ويبقى إدراك المواطن ووعيه حول ما يقتنيه ويستهلكه من السلع أثناء التسوق السبيل الأمثل للحفاظ على صحته من مخاطر التسممات الغذائية. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا المحلية، في أمان الله. التزام رقم 51 لرئيس الجمهورية انتظره كثيرا الجزائريون بالداخل كما في الخارج، هو الالتزام الذي يعنى بالجالية الجزائرية المقيمة في كل بقاع العالم. الجزائر تعمل جاهدة مع تمشيا مع برنامجها في إطار عودة الكفاءات، أيضا تقديم تسهيلات للكفاءات الشبابية في الخارج. الدور الفعال للشباب أولا لما روج لبلده، اليوم نشهد استقدام للسياح أجانب. إنه حتى الجالية الجزائرية الآن تستطيع أن تستفيد من السكن، تستطيع أن تستفيد من التقاعد، تستطيع أن تستثمر بسهولة. الشاب الجزائري الموجود خارج الجزائر لا يختلف تماما من ناحية التفكير ومن ناحية الإيديولوجية تقريبا على الشاب الجزائري الموجود على ساحة الوطن، دائما في حنين لرجوع إلى الجزائر، ولاحظنا ذلك من خلال أصدقائنا الموجودين خارج الجزائر، ودائما عند رجوعهم إلى أرض الوطن يعودوا يحسوا بالوطنية. الجهود الدولة التي سلطتها في فتح العديد والسماح للعديد من الأفراد الراغب في إنشاء مواقع إلكترونية أو استحداث قنوات خاصة بالمجال الدولي، وهذا ما يسمح أكثر في وصول المعلومة خاصة منها الدقيقة. ملتقى الشباب السبت في 9 مساء على القناة 3 الإخبارية. بين مسافة وأخرى محطات تجعلك تقف أحيانا لتتمعن في حقيقة ما يحدث. أحداث في المجتمع قد تدفعك إلى البحث عن الحقيقة والتعمق في التفاصيل. مستجدات هنا وهنالك تجعلك تترقب وتتحرى لتتحدد المواقف وتبرز. في منتصف كل يوم تتطور الأحداث وتتغير بين اللحظة والأخرى. إعلام يترقب وأعين تترصد لتنقل الحقيقة باستفاضة وبأعين مدركة لحقيقة ما يحدث. ما بعد المنتصف، الخبر بكل تفاصيله. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا نستهل محطات ما بعد المنتصف بالحدث الوطني، رئاسيات 7 سبتمبر، وللحديث في هذا الموضوع. وقبل ذلك، يعني أعلنت منذ قليل المحكمة الدستورية
القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، حيث تم قبول كل من السادة أوشيش يوسف وهو مرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد عبد المجيد تبون المترشح الحر، والسيد حسان الشريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم. وللحديث والتفصيل أكثر في هذه العملية القانونية للانتخابات الرئاسية والتداعيات السياسية لمثل هكذا فعل انتخابي على تطوير الوطن، أسعد باستضافة كل من الدكتور أحمد خنيسة أستاذ القانون العام. مرحبا بك دكتور. شكرا سيدتي، تحيتي لك ولمشاهدي الإخبارية الجزائرية. مرحبا، أسعد كذلك باستضافة الدكتورة أمال حاجة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتورة. مساء الخير، تحية لك وللأستاذ الكريم ولمشاهدي القناة الإخبارية الثالثة. مرحبا دكتورة. أبدأ معك دكتور تخينيسة. إذن اليوم أعلنت المحكمة الدستورية عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، هي حلقة من بين مختلف الحلقات القانونية التي يجب أن تمر عليها العملية الانتخابية. ما مدى أهمية هذه المرحلة؟ وحتى نفهم لماذا تنتقل كل الملفات إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، وكيف نقرأ هذه الطعون؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نترحم على روح الشهيد هنية اسماعيل هنية. ربما دكتور تخينيسة قبل أن نفصل في هذا الموضوع، نتابع مشاهدينا إعلان سيد رئيس المحكمة الدستورية للقائمة النهائية، نتابع وبعد ذلك نحاول النقاش في هذا الموضوع، نتابع هذا التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان المحكمة الدستورية بخصوص الفصل في صحة الترشيحات للانتخابات الرئاسية المسبقة واعتماد القائمة النهائية للمترشحين. أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عملاً بأحكام الدستور ولا سيما المواد 56 و87 و91 المطة 10 و11 والمادة 191 منه، وعملاً بأحكام المادة 252 الفقرة الرابعة من الأمر رقم 21-1 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لعشر مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وعملا بأحكام المادتين 58 و59 من النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق لخمسة سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. اجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام 27 و28 و29 و30 من شهر يوليو لسنة 2024، وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية والتي بلغ عددها 5 طعون. كما اجتمعت المحكمة
بتاريخ 31 يوليو 2024 أي اليوم لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. ابتداء تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024. وقد حرصت المحكمة الدستورية على إيلاء الأهمية وكل الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة، ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور. وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل عريضة طعن على حدة، وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطاعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية، باشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نص المادة 10 من القرار رقم 1 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق ل 8 جوان 2024 الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، والتصديق عليها المعدل والمتمم أي الأمر. ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية، أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين. وعلى ضوء ذلك وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولاً قبول 4 طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس، وعدم قبول طعن واحد شكلاً لوروده خارج الأجل القانوني. ثانياً قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وذلك على النحو التالي: أولا أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوة الاشتراكية، ثانيا تبون عبد المجيد مترشح حر، ثالثا حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم، ثالثا ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رابعاً تبلغ
قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الطاعنين فوراً طبقاً لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. وفي الأخير تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها. وأخيرا أقول تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والجلسة إذن مشاهدينا كما تابعنا كان هذا إعلان السيد عمر بالحاج رئيس المحكمة الدستورية للقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة. أعود إليك دكتور تخينيسة، إذن يجب أن نقف عند أهمية هذه المرحلة من الانتخابات، أين تكتسي الأهمية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعيد ترحم على روح الشهيد إسماعيل هنية شهيد فلسطين، كما كل الشهداء الذين سبقوه سواء من كل الفلسطينيين أو قيادات الفلسطينية من جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، رحمهم الله جميعا. رحمهم الله جميعا. طبعا بالنسبة اليوم نمر إلى مرحلة أساسية مفصلية مهدت لها كل المراحل الفائتة السابقة، واليوم يعني مرحلة الإعلان النهائي قائمة النهائية كما أعلنها السيد رئيس المحكمة الدستورية. وكقانونيين طبعا نحن سنطلع عليها كقرارات ستنشر في الجرائد الرسمية بتفاصيلها الكثيرة، ولا شك أنك الأمر كذلك. فهذا إعلان عام في بعض التفاصيل، وخاصة لأنه المهمة هي إعلان القائمة النهائية. نعم. طبعا من حيث وجهة نظر المسار العمليات الانتخابية، لأنه مسار العملية الذي انطلق منذ يعني المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، يعني في عمليات متوالية متتالية، وخاصة هي كلها عمليات انتخابية مضبوطة من حيث المهن من حيث الإجراءات، وهي في الحقيقة كل هذه الإجراءات بهدف إجراءات لإجراء انتخابات حرة نزيهة ذات مصداقية في إطار من الضمانات الكثيرة، لعل أهم مبدأ وقد ذكر به الرئيس هو مبدأ الشفافية. كريس المبدأ الشفافي اللي أصبح مبدأ عام، خاصة أن يحكم العملية الانتخابات بالذات ويحكم كل المراحل الانتخابية. وبالتالي اليوم عشنا في لحظة الإعلان عن القائمة النهائية كما يقتضيه الدستور وكما يقتضيه الأمر 21-01 وكما تضبطه مجموعة قرارات سواء المحكمة العليا يعني النظام الداخلي أو قرارات السلطة المستقلة للانتخابات، والتي يعني الرئيس المحكمة ذكرنا بأهم الأشياء، وخاصة معالجة الملفات ككل، وخاصة ملفات الطعون، لأنه العمل نقولوا العمل التقني الإداري الكبير صدر من السلطة بقرارات كذلك معللة تعليلا قانونيا مؤسسة. وبالتالي مرحلة المحكمة الدستورية هو لأنه هي قاضي الانتخابات، لأن الأمر يتعلق بمؤسسة سيادية الدولة، وفي نفس الوقت هي ضامنة لحق الطعن لأي مترشح. فضمانا الرئيس أكد على أنه الشفافية المساواة في المعالجة، وخاصة المعالجة الدقيقة، لذلك على أسس من القانون، ذكر القانون العضوي الأمر 21 النظام الداخلي للمجلس المحكمة الدستورية، قررت السلطة المستقلة للانتخابات، وكيف أنه تمت عملية دقيقة جدا وكانت معالجة طبعا إدارية تقنية، ولكن هي بالأساس قانونية، هي كل هذه العمليات التقنية والإدارية اللي خدمت
مسار قانوني اللي مضمونه هو ضمانات تضمن للمترشحين المعالجة القانونية وفق منطق قضائي الذي يضمن لهم حق الدفاع. ولهذا قدموا كل الوثائق، ولهذا الوثائق والرئيس هنا قال كل أوجه الطعن لا شك أن الطعون كانت فيها أوجه في الشكل وفي المضمون في الموضوع، نعم. والبعض طبعا فصلها، طبعا القرارات لما طلعت سنعرف هذه الأوجه الطعن طبعا كقانونيين سنرى، ولكن الأوجه لما نرى في إعلان السيد رئيس المحكمة مع كل المجلس والجلسة التي كانت، فهو ذكر أنه المعالجة للملفات كانت دقيقة وفق مبدأ الشفافية، المساواة، مبادئ العدالة الدستورية القائمة على استقلالية المحكمة. وأذكر يعني هو ذكرها، وخاصة يبدو أنه الأمر الأساسي الذي، لأنه الملف فيه 20 تقريبا نقطة، 20 فيه شهادات، فيه ما نساوش، فيه لأنه ما يعرفه الإعلام والمواطن هو خاصة قضية التوقيعات اللي هي في الحقيقة الأهم والأصعب، وهي اللي هي عملية نضالية وسياسية، ولكن الملف إداري فيه الجنسية وجنسية عديد الشروط، نعم. كل عديد وقد يحدث أن تكون لم تتوفر هذه الشروط ويبدو أنها توفرت في الجامعة، ولكن قد يحدث وقد حدث ذلك. وبالتالي الشيء الأساسي الذي يبدو من عرض السيد رئيس المحكمة هو أنه انصبت يبدو على قضية الاستمارات، قضية جمع التوقيعات، جمع التوقيعات، لأنه ذكر بأمر أساسي وهو أنهم أعادوا العد اليدويا خاصة بالنسبة وقارنوا بها، قارنوا بعملية مطابقة مع المعالجة الإلكترونية، لأنه الرقمنة اللي تمت واللي سمحت للمحكمة السورية أن تعالج في وقت مهم، يعني في وقت كافي، انه يعني سبقت هذا كانت معالجة دقيقة واستعملت فيها التقنية، ورغم ذلك ومن باب الضمانات أعادت المحكمة عدا يدويا للتأكد أكثر تطابق ولمعرفة ذلك. تالي نعرفوا استعملوا كل الرقمنة، الكيار، هذه الأشياء كلها اللي تسمح في الحقيقة بعملية محينة لطوتي، يعني تقريبا السلطة المستقلة لعبت دور كبير ومهم، طبعا دورها القانوني، ولكن خاصة الجانب التقني الإداري كان قوي جدا، بالتالي أسعفت الحقيقة المحكمة الدستورية. ورغم ذلك المحكمة الدستورية أعادت ولم تستعمل هي نفس التقنية، استعملت العد اليدوي بالمطابقة، ولا شك أنها كما قال السيد رئيس المحكمة حتى تمنح كذلك حق الطعون بالنسبة للراغبين في الترشح، هي جزئية مهمة، نعم. نعم أركز على لأنه فعلا لأنه في العملية هذه اللي هي سياسية بالأساس هي قضية كم تحصل على دعم، وهذا هو الضمانة الأساسية كانت فيما يتعلق باكتتاب التوقيعات، وبالتالي ليطمئن. هنا ذكر بالضمانة وكيف أنه تقنيا أعيد العد يدويا ومطابقتهم مع المعالجة. دكتور سنعود ربما للتفصيل في جزئية الطعون التي تعتبر هي مهمة كذلك، لكن قبل ذلك أود أن أسأل الدكتورة حاجة عن أهمية هذه العملية من الجانب السياسي. ربما هنا نقف يعني وقفة جادة أمام أن تكون هنالك قاعدة شعبية مهمة لأي مترشح، خاصة لما نتحدث عن انتخابات رئاسية. بالفعل أستاذة ليديا، هذه المرحلة التي نحن فيها الآن من تحضير للانتخابات الرئاسية تجعلنا نتوقف على ثلاث نقاط رئيسية على الأقل. النقطة الأولى يجب أن نذكرها دائما أن الديمقراطية في الجزائر وبعد مسار طويل عرف كثير من التحديات والرهانات، اليوم وصلت إلى مرحلة النضج القانوني التنظيمي والهيكلي. لهذا على مدى إعلان عن الانتخابات الرئاسية تزامنت مع عملية تنظيمية ذات مستوى رفيع، سواء من حيث الإعلان، تواصل مع المواطنين، احترام الأجل المحددة، كذلك إحالة هذه العملية إلى المؤسسات. نتحدث عن السلطة المستقلة للانتخابات، عن المحكمة الدستورية، وبالتالي هنا نلاحظ أن الديمقراطية في الجزائر هي مهيكلة مؤسساتيا وتنظيميا مع احترام كل الأطر القانونية التي خصصت من أجل تنظيمها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تحيلنا إلى قضية
التجذر الشعبي بالنسبة لمن يريد الترشح، لأنه حقيقة اليوم هذه الإعلان الأخير والنهائي عن أسماء المترشحين المقبولين الذين يعبرون أولا ربما تكون هناك قراءة صغيرة في الشخصية السياسية لكل مترشح. نحن أمام مترشحين يحملون تصورات متنوعة، تصورات أصيلة لما ستكون عليه الجزائر في الخمس سنوات المستقبلية، دائما في إطار الوطنية، في إطار المبادئ التي بنيت عليها الدولة الجزائرية، ولكن بأولويات مختلفة. فهنا تنوع كبير من حيث نوعية الشخصيات السياسية، إضافة إلى أنه هناك كذلك تنوع في الفئات العمرية بالنسبة للمترشحين، وهذه نقطة مهمة جدا. ثم تحيلنا إلى قراءة ثالثة، أن ليس كل من راغب في الترشح له القابلية للترشح. لماذا؟ كما ذكر البروفيسور أن العملية تحكمها شروط إدارية تتعلق بالملف الإداري، وهناك شروط تتعلق باستيفاء النصاب القانوني من الاستمارات التي تحيلنا إلى أن هذا المترشح عنده انتماء وعنده تجذر في المجتمع الجزائري. نتحدث عن الحد الأدنى منه، لأنه لا نتوقع أن يكون يعني يرشح شخص لمنصب رئاسة الجمهورية من دون أن تكون له علاقة مع المجتمع الجزائري. هذه العلاقة التي حددها المشرع الجزائري في شكل تزكية يقدمها المواطن، سواء مواطن عادي أو منتخب لهذا المترشح، فيتنقل إلى البلدية ويقدم كذلك توقيعه. فربما هذا الذي يحيلنا إلى أنه حجم الراغبين في الترشح كان كبير، ولكن من قبلت ترشحاتهم كان يعني محدد وفق شروط تنظيمية وإدارية على رأسها التوقيعات. ما مدى أهمية أن تكون هنالك ضوابط جادة وصارمة فيما يتعلق بمسألة الترشح لمختلف المناصب، خاصة كما قلنا سابقا لما يتعلق الأمر بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ القرارات الهامة لأي دولة؟ بالفعل اليوم هذه المناصب، نتحدث عن منصب رئيس الجمهورية وهو أسمى أو قمة الهرم في التنظيم الإداري للدولة الجزائرية، نلاحظ أنه مؤخرا تقريبا منذ في الخمس سنوات الأخيرة الجزائر انتهجت نهجا جديدا من خلال إعادة رؤيتها للقوانين التي تنظم احتلال أو الحصول أو تزكية المواطنين لكثير من المناصب، مثل رئيس البلدية إلى غير ذلك، أنه تتوفر فيه شروط، النائب البرلماني تتوفر فيه شروط، رئيس الجمهورية كذلك، عدا عن الشروط المتعارف عليها اليوم. شرط التوقيعات هو شرط ضروري جدا، يبين على أن هذا الإنسان أو هذا المواطن الراغب في الترشح يعني اجتماعيا وسوسيولوجيا هو مهيكل أنه يحظى بقبول من طرف المواطنين الذين يزكونه لأن يتقدم إلى هذه الانتخابات. نقطة أخيرة فقط، نتحدث على أن التقدم للترشح هو عملية تتطلب تحضير، لا تكون في اللحظات الأخرى الأخيرة، يعني يدخل السباق أو المترشح يدخل السباق الانتخابي، هي عملية في الديمقراطيات المتقدمة يعني تتطلب على الأقل خمس سنوات من التحضير، من خلالها يتم ربط الصلة بين المترشح حقيقة، بين المترشح وبين المجتمع الذي يحمله. دكتور تخينيسة، لما نتحدث على هذه الحلقة المهمة كما قلنا سابقا في العملية الانتخابية، أكيد أن هنالك مراحل آتية ستلي هذه المرحلة، ما هو القادم بالنسبة لهذه العملية وكيف سيتم كذلك من الجانب القانوني؟ طبعا من الجانب القانوني ممكن نذكره فقط من ناحية القانونية، نعم، القبول ومن حيث الشكل، من ناحية الطعون، نعم، حتى يفهم المشاهد هي كانت خمس طعون، قبلت الأربعة شكل، نعم، لأنها جاءت في الأجل ورفضت في أجالها المحددة، نعم، نعم، ورفضت في المضمون أظن حسب ما أشار إليه السيد رئيس المحكمة بقضية ممكن ترتبط أساسا بقضية التوقيعات، عدم الوصول سواء العدد أو الانتشار الولائي أو صحة التوقيعات في حد ذاتها أو صحة التوقيعات في حد ذاتها. سنرى كيف ذلك. وكاين واحد لأنه شكلا مرفض لأنه خارج الأجل، أجل 48 يعني ساعة بعد انقضاء الأجل، انقضاء الأجل. بالتالي لما نعود إلى مسار العمليات الانتخابية، ما زالنا في هذا المسار،
سنذهب إلى الحملة الانتخابية التي القانون يعطيها يوم 23 يوما ثم يجي فترة الصمت الانتخابي لوصول إلى يوم 7. بالتالي في الحملة الانتخابية هي كذلك مضبوطة سواء في استعمال الفضاء العمومي في الإعلام في استعمال كل الفضاء العمومي سواء العمومي بشكل الإدارات. وهنا كاين مبادئ تحكم نص الأمر القانون 21 يضبط أولا من حيث استعمال هو الأصل أنه كاين حياة الإدارة وعدم تحيز الموظفين. هذا الشيء مهم جدا. كان دائما في المراحل السابقة ننص على قضية حياة الإدارة. أول مكتسب هو حياة الهيئة المكلفة بالانتخابات اللي هو مكسب أساسي اللي هو السلطة الوطنية مستقلة للانتخابات. هذه المرحلة طبعا قبل ما نبدأ لازم نقول أنه كاين مرحلة تأطير طبعا العملية التصويت سنأتي لها. إذن هناك الحملة الانتخابية عندها تحكمها مبادئ أطر طبعا قانون مبادئ. أولا حياد الإدارة، حياد الهيئة الإدارية عموما، حياد الهيئة التربوية، دور العبادة يعني المساجد كلها هذه محايدة في لا يمكن أن تستعمل خلال الحملة الانتخابية أو المدارس أو المساجد أو أن تستعمل في الحملة الانتخابية. وطبعا هذه كلها نتيجة مسار تاريخي تجربة. بالتالي هذا شيء من حيث طبعا الضبط سواء التجمعات والانتخابية يعني مضبوطة بقانون متضمن كل التفاصيل الاجتماع. ثم هناك شيء إعلاميا هو أنه جميع المترشحين الثلاث لهم هناك المساواة، لأنه في تشريعية الإنصاف وهنا المساواة نفس التوقيت بالتغطية في نفس الشروط وبهذا المعنى. طبعا هنا راح تكون بين السلطة المستقلة وسلطة الضبط السمعي البصري ستكون هناك قرارات فيما يخص في الحملة الانتخابية بعينها التي تتم عبر وسائل الإعلام العمومية المرفقية يعني الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري. ولكن الحملة عموما التغطية، لأنه كاين التغطية تكون كذلك التغطية تكون فيها مساواة، الحملة فيها مساواة والحياد. هناك جوانب أخرى اللي هي تتعلق بتأطير العمليات هذيك في التصويت بعد نقوله، ولكن فيما يخص تمويل الحملة. نعم تمويل الحملة كذلك ما ننساوش فساد الحياة السياسية في الجزائر اللي عشناه كان من قضية التمويل والمال الفاسد. وأهم شيء اللي خلقناها في الحقيقة في الأمر المتعلق بالانتخابات هو إبعاد المال وخاصة المال عن العمل السياسي بالتالي الأمر جاء بضوابط شديدة سواء في التمويل أو في محاسبة الحملة، وأسس لسلطة مهمة جدا هي سلطة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. نعم واللي أعطاها يعني الحقيقة القانون وخاصة قرار المجلس الدستوري المحكمة الدستورية أعطاها استقلالية تامة، لأنه مكونة تقريبا من كلها القضاة ويعملون وفق إجراءات. وممكن تذكروا أنه الحملة في التمويل أنه لا يجوز أنك لأنه أنا نقدر نشارك أنه لا يمكن أن نكون يعني خلقوا القانون خلق 120 مليون دينار كسقف. نعم ما يتغاش المال أنه بدوش في التنافس ما تفوتش كسقف، أن التبرعات الفردية لا تتجاوز 600 ألف دينار للفرد 60 مليون سنتيم بالنسبة للحملة الرئاسية ما يكونش يعني. ثم أنه في حالة أنه تتجاوز 1000 دينار لا يمكن أن لا تكون بسك بريدي أو يعني بأمر مرصود عبر رصيد أو هذا باب شفافي. الشيء الآخر أنه أول مرة خلقنا ما يسمى الأمين المالي للحملة وهو الوحيد المكلف بتلقي خاصة الهبات. لما الشخص يمول نفسه فهو أمر يعني المترشح يمول نفسه يمول الأحزاب التي تدعمه أو حزبه كما لا. وطبعا يمكن تكون إعانة الدولة هذه تأتي فيما بعد على شكل تعويضات. نعم الآن الشيء الأساسي اللي لازم نقوله أنه الأمين المالي
اللي هو الوحيد المتصرف مال الوهبي، وهو الوحيد الذي يتصرف ويأخذ تفويض من المترشح، والمترشح في حد ذاته لا يمكن أن يتصرف في هذه الأمور، وهذه كلها للفصل بين ثم أنه المحاسبة الكوميسار وكنت محافظ الحسابات اللي من بعد يدير الحساب ويقدمه للسلطة. شوف هذه مراحل منفصلة فعلاً. كلها انفصال وضوابط لكي لا يكون هناك ضبابية، وخاصة أن المال الفاسد والمال عموما قد يخلق عدم التوازن في التنافس، وبالتالي في التنافس، ويكون العبرة هنا للسياسة وللنضال، وهذا هو الهدف الأساسي والأسمى. دكتورة، كيف يمكن أن نقرأ هذه الضوابط التي منحها الدستور الأخير لصحة وحسن سير العملية الانتخابية؟ حقيقة الضوابط مهمة جدا، خصوصا في المرحلة المقبلة من الانتخابات حينما تنطلق الحملة الانتخابية ويتقدم المتنافسون من أجل ربح معركة مهمة، وهي معركة إقناع المواطن. فالحملة الانتخابية لها متطلبات ولها شروط ولها كذلك أدوات. صحيح أن المال مهم جدا في إدارة الحملات الانتخابية، وهذا معروف في كل الديمقراطيات، بحيث أنه لا يمكن أن تقوم بحملة انتخابية من دون أن يكون هناك مال، هناك قاعات يجب أن تؤجر، هناك تنقلات، هناك كثير من المتطلبات، لكن لا يجب أن يطغى هذا المال ليؤثر على قناعة المواطنين. فهناك مال يوجه لتوفير اللوجستيك، بينما هناك مال آخر يوجه لتغيير الرأي العام، ويعني محاولات تغيير التأثير في القناعات بطبيعة الحال. وهذا موضوع كبير وواسع وشاسع فيما يتعلق بقضية المال والديمقراطيات الحديثة اليوم. فاليوم حقيقة ربما الرهان، نحن نسعى إلى بناء ديمقراطية في الجزائر مبنية على إقناع المواطن وفق البرنامج الذي يعرضه هذا المترشح، وليس البرنامج كشعارات، ولكن كيف سينفذ هذا البرنامج، وما هي الآجال المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج، وكيف نصل في نهاية الأمر أن المواطن الجزائري يسعى إلى بناء دولة قوية، يسعى إلى العيش في رفاه اجتماعي واقتصادي وسياسي، وهذه هي غاية الدول، وهذه هي غاية في نهاية الأمر الديمقراطية، الديمقراطية التي لا تتحول إلى نمط عيش، فما الغرض منها إذن؟ وبالتالي هذا المشروع الرفاه الاجتماعي المطروح من خلال الانتخابات، أو الذي يتم الوصول إليه عبر الانتخابات، يتم وفق أولا الإقناع. الإقناع كيف يتم كذلك؟ عبر آلية الخطاب السياسي. لهذا نحن نتوقع وننتظر أن يكون هناك خطاب سياسي ذو مستوى رفيع جدا، بحيث أنه يكون مضمونا قوي وغني وكذلك مقنع وعقلاني، ويحمل ويوضح صورة المشروع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يحمله كل مترشح، وكذلك يكون في إطار احترام أخلاقيات المنافسة، لأن هناك نقطة مهمة كذلك تتحدث عن أخلاقات المجال السياسي، ومن بينها أخلاقات الخطاب السياسي، لأنه اليوم هذا الذي يرفع من مستوى الوعي الشعبي، لأنه اليوم كل الجزائريين سيترقبون وسيسمعون لخطابات المترشحين، وبالتالي فهناك يعني عملية تواصلية منتظرة، سيؤثرون على الرأي العام بمستوى خطابهم، وهم كذلك لهم مسؤولية كبيرة في تحويل الديمقراطية من قيمة تنظيمية وقانونية وهيكلية كما هي عليه اليوم إلى قيمة مجتمعية، مشروع مجتمع، مشروع مجتمع يتبناها المواطن، يقتنع بها وتصبح داخل يعني وعيه، يمارسها، يصبح معني بهذه الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي عملية تفاعلية بين من يقودون هذه الانتخابات من خلال الترشح، وهناك جزء مهم من المعادلة هو الناخب، هو المواطن الجزائري، هو المترقب وهو المحرك للعملية الانتخابية. فهناك اليوم حقيقة ربما الأمر متروك للحملة الانتخابية، في بداية الحملة الانتخابية سنلاحظ وسنشهد هل تمكننا فعلا من ربح رهان المواطن ودمجه في العملية الديمقراطية، جعله فاعلا يعني نشطا في العملية الديمقراطية، وهذه هي النقطة المهم، يمنح صوته لمن شاء، المهم أن ينخرط في هذه
العملية كناخب، وبعدها بطبيعة الحال هي تأسيس لمراحل مراحل مستقبلية تتقوم فيها الديمقراطية في الجزائر أكثر فأكثر. هذا هو المنتظر حقيقة. دكتورة دكتور خنيسة، إلى أي مدى ساهم الدستور الأخير في وضع كل الضوابط التي من شأنها أن تضمن لأن تكون عملية انتخابية بشفافية ولا تترك أي ثغرات لأي ممارسات يمكن لها أن تخل بهذه العملية؟ نعم طبعا، الدستور كان الهدف وجاء، لازم نعرف كيف جاء الدستور ليقطع مع مرحلة شابهة الفساد خاصة السياسي. اليوم رانا في مرحلة تظهر الأشياء بأكثر قوة، واليوم لما نشوف الترشح يعني هناك الجدية قطع مع المال الفاسد، ننساوش القطع مع الترشحات الاستعراضية، الطموحات المنفلتة المنفردة التي في بعض الأحيان لا نفهم لماذا البعض يعني مجرد طموح فردي هكذا، لا يوجد سياسة. بالتالي عدنا إلى ما هو نبيل في السياسة. الدستور فعلا هو اللي خلق المسار، دش المسار، هو مجموعة مشاريع سيدي شونتي. الآن أهم شيء كان فيها قضية الانتخاب، لأنه تنبثق منه مؤسسات السيادية التي لا عبث بمسارات بثاقها، وهذا هو الانتخابات فعلا. الأمر نحن بأمر جدي، وهذه أنا الحقيقة ما أحييه، هذه الجدية، هذه ثلاثة ما قدرش نخلق من العدم، من الضوضاء، من الغبار هكذا الذي من الضبابية السياسية. اليوم رانا وصلنا، وهذه نتيجة هذاك المسار اللي أعطاه جدية، أعطاه مصداقية للمسارات الانتخابية. ما نبقاوش في تلك المسارات اللي عشناها وكانت مؤلمة بالحقيقة، نتفكروا بعد الترشيحات وبعد الأشياء اللي ثم خاصة قضية المنفسد. بالتالي كانت أساسية ذاك الفصل كان، ولماذا؟ لأنه في مسار الإنضاج هذا الديمقراطي، ليش كنا نحن مهما يكون في بدايات، مهما يكون عندنا تجربة من 89 انقطعت ثم تجارب مريرة ثم الفساد، ولكن مهما يكون نحن بصدد تحقيق أشياء جيدة تتراكم التجارب. نعم تتراكم، وخاصة كاين إطار اللي كان دستوري اللي جاء به الأمر القانون العضوي. الانتخابات كان أهم ملف اللي ركزوا عليه السلطات العمومية آنذاك. لماذا؟ لأنه هو اللي يبني المسارات، لأنه تشويه المؤسسات اللي كنا فيها، تشويه المؤسسة الرئاسية والمؤسسات الأخرى نتيجة الفساد، نتيجة المال، نتيجة الانحياز وهذاك العبث العام. اليوم المسارات جادة بضمانات قصوى، وبالتالي هذا يعطينا حياة سياسية واضحة نزيهة لا عبث فيها. عمل مركز، لما قلتي لي هذه نتائج في الحقيقة الإصلاحات، نتائج الدستور مش قانون انتخابات، هذا هو قانون انتخابات اللي أعطانا سلطتين، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سلطة مراقبة لجنة مراقبة التمويل، ثم المحكمة الدستورية كضامن نهائي، لأنه حتى في قضية التمويل طعن أمام الطعن يكون أمام محكمة دستورية، الضامن النهائي لمصداقية كل المسارات اللي تتعلق بالمؤسسات السيادية للدولة. لهذه حساسة، ليست انتخابات وفقط، ليست طموحات. اليوم شيء المفرح أننا بصدد ترشحات جدية، لسنا بمجرد طموحات فردية، يعني أنا أنت يعني هكذا نأتي في آخر دقيقة، في آخر يوم، في آخر شهر، في آخر سنة ونترشح وكأن الأمر يعني عادي. لا، نحن بصدد لحظات أساسية في بناء المجتمعات الدول. لما قلت لي هذه نتيجة كل هذه المبادئ الإصلاحات، نعم الإصلاحات، ثم نقدر نقول كانت في قوانين سابقة ولكن فعلت بفعل الإرادة السياسية. لازم نرجعها للإرادة السياسية، والأصل هو في الفعل، لأنه قوانين قد تكون أكثر جمالا ولكن إن لم تطبق، إن لم تكن هناك مصداقية فلا معنى لها، وإن لم تتوفر كذلك الآليات التي يمكن لها أن تطبق. طبعا والله هذه المرة شوفي القوانين، يعني نعم تكلموا كمواطنين كقوانين قانونيين، عشنا الأمراحل القضية والله جاءت في قضية
إرادة. إرادة. نعم. سياسي. مهم جدا هذه النقطة. دكتورة، اليوم التنافس يجب أن يكون على أسس البرامج التي يمكن أن يقدمها هؤلاء المترشحين. المواطن الجزائري عاش 5 سنوات من الإصلاحات على أكثر من صعيد ومستوى، ينتظر أن تتقدم هذه الإصلاحات أكثر، ينتظر قرارات جادة أيضا في تحسين المستوى المعيشي، في الأجور، في مختلف المناحي التي يمكن أن تعني المواطن. ما مدى أهمية أن تكون هنالك مشاريع ثقيلة تحمل ما يطمح إليه الجزائري؟ بالفعل نقطة مهمة ذكرتيها، على أننا نحن اليوم لا ننطلق من الصفر. عندنا مشروع انطلق منذ 5 سنوات، حيث بدأت فيه سمات الجزائر اليوم تتضح. على الأقل اليوم نحمل رؤية للجزائر المستقبلية، سواء اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا. في المجال السياسي، هذه الانتخابات الأخيرة أو هذه الانتخابات المستقبلية نقطة مهمة جدا في تعزيز هذه الرؤية، لأن اليوم الحمد لله أننا نحمل رؤية لا تفكر في جزائر اليوم، هي تفكر في جزائر الأجيال المستقبلية، لأنه في نهاية الأمر الكل سيذهب، لا إنسان يخلد في هذه الحياة، ولكن الدولة الجزائرية يجب أن تبقى بالمشاريع الطويلة، بالاستراتيجية الطويلة. لهذا اليوم المنتظر من المترشحين أن نلاحظ أن نجد مشروع مجتمع متكامل، وهذا هو ما ينتظر. ربما في كلمة أخيرة دكتور، ما الذي يطمح إليه الجزائري اليوم من خلال هذه الانتخابات المهمة في عجالة؟ نعم، يطمح إلى دولة عادلة قوية سيدة اجتماعية. الجزائريين دائما وطنيين، يحبوا وطنهم. الجزائريين يحبوا المصداقية والصدق. الجزائري يحب وطنه فسيصوت على من يحبه. ونذكر فقط مشاهدينا أنه تم اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والأمر يتعلق بالسيد أوشيش يوسف، وهو مرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد عبد المجيد تبون المترشح الحر، بالإضافة إلى السيد حسان شريف عبد العالي مترشح عن حركة مجتمع السلم، وهذا بعد دراسة 5 طعون تم تقديمها للمحكمة الدستورية. دكتورة حاجة، ربما في دقيقة لما نتابع هذه القائمة، أكيد أن هنالك مشاريع سينتظرها الجزائري، لكن يجب أن تكون هنالك موازنة فيما يتعلق مضمون هذه المشاريع. بالفعل أكيد أنه ننتظر أن تكون هناك مشاريع ورؤى مختلفة من كل مترشح بناء على شخصيته السياسية. لا شك في أنها تكون مشاريع وطنية هدفها الأساسي تقوية بناء الدولة الجزائرية، ثم أن المعركة التي يجب أن تخاض كذلك هي معركة ثقة، استرجاع ثقة المواطن الجزائري حتى يثق ويقتنع أن الآلية الوحيدة لتقوية الدولة وبنائها هي الانتخابات، فيجب أن يندمج فيها وأن يثق بأن هذه الانتخابات هي انتخابات نزيهة شفافة، قامت بتأطيرها مؤسسات حيادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وترشحت الأسماء كما تابعنا دكتور تخينيسة عن 3 أسماء. نعم طبعا، هذه أسماء تمثيلية تمثل أقطاب المشهد السياسي وألوان الطيف السياسي بقوة مهيكلة للحياة السياسية كما نعرفها. ولا شك أننا سنعيش لحظات جيدة في مسار إيجابي، الجزائر تعيش في مسار استرجعت أنفسها، ثقتها، طموحها. لا شك أن الحملة وهذه الترشحات ستعطي قوة جديدة للجزائر، وننتهي من عصر العبث والضبابية إلى عصر قوي بدأته الجزائر منذ 5 سنوات، وإن شاء الله سيكون طموحا مبتسما سعيدا
قوية إن شاء الله. وهذا ما ينتظره كل جزائري. الدكتور أحمد خنيسة أستاذ القانون العام، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل سيدي. والشكر أيضا موصول للدكتورة أمال حاجة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا إذا نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار موجز الثالثة مع الزميلة كريمة مايدي. مساء الخير كريمة. مساء النور ليديا بالبحري، شكرا جزيلا لك. نلتقي مشاهدينا بعد الجينيريكا. أهلا بكم من جديد. بأسى عميق وحزن بالغ تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون نبأ انتقال المغفور له بإذن الله تعالى وزير المالية الأسبق سيد عبد الكريم حرشاوي إلى الرفيق الأعلى. وعلى إثر هذا المصاب يتقدم سيد رئيس الجمهورية بأصدق التعازي وعميق المواساة لعائلة الفقيد، داعيا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح الجنان ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاجة اليوم عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر بيوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية وعبد المجيد تبون مترشح حر، وعبد العالي حسن شريف عن حركة مجتمع السلمة. بعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولا قبول 4 طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس، وعدم قبول طعن واحد شكلا لوروده خارج الأجل القانوني. ثانيا قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وذلك على النحو التالي: أولاً أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، ثانياً تبون عبد المجيد مترشح حر، ثالثاً حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم. ثالثاً ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رابعاً تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الطاعنين فوراً طبقاً لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. وفي الأخير تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها. ممثلا لرئيس الجمهورية يتوجه اليوم الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد الشيخ الغزواني، التي ستجري غدا الخميس الفاتح أوت 2024.
نشط وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ندوة صحفية تطرق خلالها إلى العديد من الملفات الهامة، حيث أكد عطاف أن الجزائر تدين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران باعتبارها عملية شنيعة وغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية. عطاف أكد أن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة. إننا ندين وندين بشدة هذه العملية الإرهابية الغادرة والشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني، وهي تتمادى في لا مبالاتها ولا اكتراثها بأبسط القواعد والضوابط الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية. إنها سياسة الأرض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني نهجا وخطة واستراتيجية، قوامها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات: غزة، الضفة الغربية، اليمن، لبنان، سوريا وإيران. إنها حقا سياسة الأرض المحروقة، وكأن المراد منها هو إدخال المنطقة برمتها في دوامة الحروب. المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني، والخاسر فيها هو أمن واستقرار المنطقة والسلم الذي تصبو إليه. إن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها وإياه سائر الشعب الجزائري. كما أكد عطاف أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية وفقا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها. عطاف أكد أن الرئيس الفرنسي أطلع رئيس الجمهورية بصفة مسبقة حول تغير الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، حيث أكد الرئيس الفرنسي في تعليلاته أن هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد، مبررا الخطوة بأنها تهدف إلى الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية هذه القضية. عطاف أكد أن رد رئيس الجمهورية على تبريرات الرئيس الفرنسي صارم وحازم ودقيق للغاية، معتبرا الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها. الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية لا تعدو أن تكون صفقة. صفقة لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا. صفقة يتم إبرامها بين طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره، ألا وهو الشعب الصحراوي صاحب الحق وصاحب القضية، له دعمه ودرعه في الشرعية الدولية التي أقرت بمشروعية حقه وأنصفته خير إنصاف.
وصفقة يتبادل فيها الأقوياء المنافع وهم يضحون غير آبهين وغير مكترثين بحق من لا قوة له إلا قوة القانون وقوة الشرعية. أما الملاحظة الرابعة والأخيرة فهي أن القرار الفرنسي وبالرغم مما يصبو إليه من مآرب تخدم الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية فإنه يستحيل عليه أن يغير المعطيات القانونية الدولية لقضية الصحراء الغربية. فالقضية الصحراوية تبقى في نظر القانون الدولي إلى حد الساعة قضية تصفية استعمار، والقضية الصحراوية تبقى مسجلة على جدول أعمال اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، والقضية الصحراوية تبقى مطروحة أمام مجلس الأمن، والقضية الصحراوية تبقى تحظى ببعثة أممية لتنظيم استفتاء في الإقليم وبمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة مهمته السعي لتحقيق حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفيما يتعلق بالملف المالي أكد عطاف أن اتفاق الجزائر يبقى المرجع للحفاظ على السيادة والوحدة الترابية لمالي وأن الجزائر لا يمكن أن تدير ظهرها للأشقاء في مالي. أن لا حل عسكري للصراع في مالي صراع بين الأشقاء، وأن الحل حل سياسي ولا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا. العنصر الثاني، قلنا أن اتفاقية الجزائر من منافعها ومن إيجابيتها أنها حافظت على السيادة المالية وحافظت على الحرمة الترابية لمالي وحافظت على الوحدة الوطنية في مالي، وأن الاستغناء عن هذه الاتفاقية سيضر بكل هذه المكتسبات. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 جويليا الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وإطار عملية بحث وتمشيط بعين الدفلة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على 3 إرهابيين خطيرين كان بحوزتهم مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف و5 مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. وفي السياق نفسه أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 49 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
فيما تم ضبط 208,939 قرصا مهلوسا. وبكل من تمن راست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن جزام أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 103 أشخاص وضبطت 50 مركبة و46 مولدا كهربائيا و31 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاث بنادق صيد و 2688 لترا من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطنية. من جهة أخرى تمكن حرس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل51 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 509 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطنية. وبهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذا العرض الإخباري. عودة الآن إلى الزميل عبد الغني خربوش وما تبقى من فقرات، ما أقول مع زميلة ليديا بالبحري، وما تبقى من فقرات ما بعد المنتصف. شكرا جزيلا لك زميلتي كريمة. أيضا مشاهدينا ننتقل إلى الملف الدولي، حيث نقف عند تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجديد التصعيد عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، حيث أكد السيد وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أن الجزائر تدين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران، باعتبارها عملية شنيعة وغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية والقانونية والإنسانية والأخلاقية. نتابع تصريح السيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إننا ندين وندين بشدة هذه العملية الإرهابية الغادرة والشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني، وهي تتمادى في لا مبالاتها ولا اكتراثها بأبسط القواعد والضوابط الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية. إنها سياسة الأرض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني نهجاً وخطة واستراتيجية، قوامها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات: غزة، الضفة الغربية، اليمن، لبنان، سوريا وإيران. إنها حقا سياسة الأرض المحروقة، وكأن المراد منها هو إدخال المنطقة برمتها في دوامة الحروب. المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني، والخاسر فيها هو أمن واستقرار المنطقة والسلم الذي تصبو إليه. إن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة
للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها وإياه سائر الشعب الجزائري. وللوقوف عند تداعيات هذا التصعيد الخطير، أسعد باستضافة الدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ ريديا. شكرا. أسعد كذلك باستضافة الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك بالضيف الكريم وكل مشاهدين. مرحبا. أبدأ معك دكتور حسام حمزة، تصعيد خطير آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة على المستوى السياسي والميداني، تداعيات أيضا لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في طهران بعد شهور عديدة من العدوان الصهيوني على قطاع غزة. هل هذا هو طموح الكيان الذي أراد أن يحققه؟ هل هذا ما أراده نتنياهو بالنسبة إليه؟ هذا أقصى أمر ممكن أن يحققه بعد عدة شهور؟ هذا ما يدفع نحوه في اعتقادي أستاذة ليديا، عندما نرى بأنه في هذه الطريقة المسعورة والمجنونة نحو فتح عدة جبهات في الوقت نفسه واستفزاز الطرف الآخر لكي يرد بطريقة مشابهة، فهذا دليل على أن هناك طرف وهو على رأس وهو تحديدا يعني نتنياهو واليمين المتطرف الذي يقف خلفه، هو الذي يدفع نحو توسيع جبهات الحرب وبالتالي الإفلات إن صح التعبير من الكمين الذي وجد نفسه فيه في غزة. واضح جدا بأنه لم يعد هناك أي هدف عسكري يمكن أن نصل له أو نصل إليه في غزة من طرف الكيان الصهيوني، وبالتالي نحن أمام معضلة، إما أن نواصل الحرب وفي غزة لم يعد هناك شيء آخر يمكن أن ندمره وبالتالي نذهب نحو جبهات أخرى، أو نعلن وقف العمليات العسكرية وفي هذا سيكون هزيمة للكيان. إذن في اعتقادي بأن هناك طرف وهذا الطرف هو نتنياهو يدفع فعلا نحو فتح الجبهات، واضح جدا بأنه الطرف الذي تم اختياره واضح بمعنى ما يسمى بمحور المقاومة، نتحدث عن اليمن، ضربة في اليمن، ثم الضفة الغربية، ثم لبنان بالأمس، واليوم صباحا في إيران. إذن محاولة واضحة للزج بالمنطقة ككل في عملية حربية ستكون مدمرة للأسف للجميع، ولن يكون فيها أي طرف، يعني حتى الأطراف التي تعتقد بأنها في مأمن مما يحدث اليوم، بعض الأطراف الإقليمية، فإنها ستكون هي أيضا من أشد المتأثرين ب التهديدات التي ستنجر عن هذا الوضع. ثم واضح جدا أيضا بأن نتنياهو حصل على موافقة طرف ما في الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة، أولا لأن هذه العملية جاءت بعد الزيارة مباشرة بعد أن عاد وقطع زيارته ليذهب إلى الجولان بعد عملية مجد الشمس، ثم مباشرة بالأمس بعد العملية التي حدثت في ضاحية بيروت الجنوبية باستهداف أحد قادة حزب الله العسكريين، تحركت البارجات العسكرية الأمريكية نحو السواحل اللبنانية. إذن واضح بأنه في هذا السيناريو طرف يدفع إليه من أجل إنقاذ الكيان، إنقاذ حكومة الكيان وليس الكيان، لأنه ستكون كارثة على الكيان بكل معنى الكلمة، إنقاذ بعض قادته، وفي الوقت نفسه توريط الولايات المتحدة أكثر وأكثر ومن خلفها الكثير من الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا في الدفاع على الكيان، لأنه في اللحظة التي ستفتح فيها هذه الجبهات بطريقة مباشرة ضد الكيان سيصبح الجميع مطالبا بالذهاب نحو حمايته والدفاع عنه أمام هذه الهجمات. دكتور بوهيد، الرد على الرد، هذا ما تنتظره وما ينتظره الكيان الصهيوني، وكان أعلن صبيحة اليوم عن التأهب الأقصى لقواته على المستوى الحدود وعلى مختلف المدن المحتلة في فلسطين. هل نتوقع أن تتسع رقعة هذه المعركة وتصبح حرب إقليمية؟ هل هذا هو الهدف الذي يريده الكيان؟ لكن ربما قبل أن نفصل أكثر في هذه النقطة دكتور بوهيد، نتابع هذا البورتري للشهيد إسماعيل هنية.
هو آخر ظهور لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية خلال مشاركته بمراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد أمس بطهران، ليغتال على إثر قصف صهيوني غادر على مقر إقامته رفقة حارسه الشخصي. تطورات خطيرة دان على إثرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الاغتيال، معتبرا إياه عملا جبانا وتطورا خطيرا، داعيا في نفس الوقت الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني. إسماعيل هنية سياسي فلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية من مواليد عام 1963 بغزة، كان سياسيا فلسطينيا وقائدا بارزا لحركة حماس، تقلد عدة مناصب أهمها رئيس وزراء دولة فلسطين عام 2006 ليكمل مساره في حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى حين اغتياله. وعلى إثر هذا العمل الإجرامي أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على اغتيال إسماعيل هنية. من جهتها نددت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعملية اغتيال القائد إسماعيل هنية لتعلن عن إضراب وخروج في مسيرات منددة بهذا العمل الجبان، مؤكدة أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. إذن التقرير كان للزميلة إيمان بالمولود. دكتور بوهيد، يعني أعيد سؤالي ربما مرة أخرى، ما الذي ينتظره الكيان الصهيوني من هذا الاغتيال؟ هل هو بالنسبة له الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي أصبح يعيشها اليوم؟ ونعرف أن تاريخ الاحتلال الصهيوني مليء بالاغتيالات خاصة في السنوات الأخيرة. بالفعل اليوم هو اغتيال من بين الاغتيالات للشهيد إسماعيل هنية، لكن هي سلسلة من الاغتيالات لاحظنا في الأونة الأخيرة، هناك سلسلة من الاغتيالات ولا أعتقد أنها ستتوقف عند المرحوم إسماعيل هنية، لأنه اليوم أعتقد أنه الكيان الصهيوني ما قولش غير استراتيجيته، ولكن يعني امتد من خلال استراتيجية إقليمية لضرب كما اسمها الدكتور حمزة لمحور المقاومة في المنطقة، والأمر حتى أنباء عن ضرب دمشق وربما إصابة أو مقتل أحد قادة فيلق القدس، يعني هناك أنباء متداولة هذه الساعات كلها تصب في أن نتنياهو وجيش الاحتلال يعني يحاول توجيه الأنظار من ما يحدث في غزة، لأنه لم يتوقف القصف في غزة، وفي نفس الوقت توجيه الأنظار إلى أحداث خليني نسميها نوعية إلى حد ما، يعني اغتيال إسماعيل هنية مثلا سيغطي على بقية الأحداث في المنطقة، حتى لو أن هناك أطفال يموتون اليوم ويوم أمس إلى آخره في غزة، هناك تجويع، هناك أمور كثيرة كما نعلم تحدث في غزة، لكن التركيز اليوم على هنية، وهي رسالة أعتقد أيضا من نتنياهو أنه ربما لديه الضوء الأخضر اليوم من قوى عالمية، لأنه لا يمكن للكيان الصهيوني أن يتحرك بهذه الأريحية ويوصل إلى العاصمة، حتى على طهران كعاصمة يعني اختراق كبير أمني لا ندري من مسؤول عنه، ولكن الوصول إلى طهران والوصول إلى إسماعيل هنية بالتحديد من خلال قصف بصاروخ، أعتقد أنه الأمر فيه الكثير من التواطؤ من طرف عملاء في المنطقة ككل، لأنه أعتقد أنه الوصول إلى إسماعيل هنية كان يمكن أن يكون من خلال زياراته الأخيرة وتجواله في عدد من الدول سواء تركيا أو مصر أو حتى في قطر أين يقيم، ولكن اختيار إيران في هذا التوقيت بالذات أعتقد أنه الأمر يحمل كثير من الدلالات والأهداف أيضا، لأنه بعد فشل الأهداف العسكرية في الميدان تحدث عن غزة، أعتقد أنه نتنياهو يبحث عن انتصارات وهمية ولو مؤقتة، هو يعتبرها انتصارات لكن تداعياتها ستكون كبيرة على المنطقة، وهنا احتمالية ما تروحش إلى حرب ربما إقليمية، لكن راح تكون مناوشات ما بين العديد من الأطراف، إيران
تقول أنه هنية كان ضيف وضرب على أرضها وستتأرض لها أحقية الرد. نعم هذا من حق إيران. كذلك حزب الله بدأ يستعد أيضا لأي ردود فعل، تحدث ردود فعل ميدانية. إذن كل السيناريوهات الآن مفتوحة، يعني منذ عملية الجولان إلى غاية اليوم ما زالت مفتوحة، وما زال كيان صهيوني بإمكانه أن يفاجئنا بعمليات من هذا النوع. يعني بعيدا عن ما يحدث في غزة، هو اليوم يبحث عن عمليات نوعية خارج غزة تدخل أيضا في إطار الحرب النفسية. يعني لما تقتل أو تغتال إسماعيل هنية هي ضربة شئنا أم أبينا للمقاومة، لكن هناك السنوار، هناك غيره، مثل ما كان أحمد ياسين رحمه الله وبعده الرنتيسي إلى آخر، كل هؤلاء تم اغتيالهم. وإحنا شفنا حتى أبو جهاد نتذكر أنه وصلوا حتى العاصمة تونس فعلا. يعني الأمر بسيط بالنسبة لهم. لذلك أعتقد أنه السيناريوهات حول الصراع أو النزاع مسلح ما بين عدد من الدول وعدد من الأطراف في المنطقة يعني مفتوح اليوم. هل يمكن أن تتدحرج الأمور دكتور حسام حمزة إلى ما هو أخطر؟ أكيد ممكن ومحتمل جدا، خاصة وأنه نرى بأن اليوم استراتيجية الكيان هي استراتيجية استفزازية للطرف الآخر. ثم لاحظ أستاذ ليديا هناك شيء مهم جدا يمكن من خلاله أن نقرأ استراتيجية الكيان، هو استراتيجية محور المقاومة. يعني تقريبا بعد 300 يوم من العدوان وحتى تجارب المواجهات السابقة مع الكيان الصهيوني من طرف محور المقاومة، واضح بأنه اليوم الصهاينة اكتشفوا بأن الاستراتيجية التي يحسنها ويتقنها جيدا محور المقاومة هي استراتيجية الاستنزاف. الاستنزاف عن طريق عدة جبهات، والاستنزاف يدخل فعلا الكيان في عدة أزمات، بدليل ما يحصل له اليوم اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. هو يعيش في حالة من الاستنزاف، في حالة من التأزم التي تشتد يوما بعد يوم. جبهة غزة، جبهة، ثم أكثر من ذلك في جبهة غزة اكتشف الكيان بأن المقاومة تتفوق عليه دائما في المواجهات من مسافة الصفر، ويمكنها أن تتأقلم مع كل الأوضاع. هذا ما لم يكن في حسبانه، هو يعرف تماما بأنه متفوق في سلاح الجو، ولكن عندما تكون المواجهة من مسافة الصفر هو لا يحسن أبدا مقاتلة ومواجهة المقاومين. إذن أعتقد بأنه في مقابل هذه الاستراتيجية القائمة على مبدأ الاستنزاف، الكيان اليوم تفطن الأمل ويريد أن يدخل فيما يسمى بالمواجهة المباشرة. المواجهة المباشرة ستفتح الجبهات كلها بطريقة علنية، وكما قلنا ستتطلب استدعاء أطراف آخرين للدفاع عن الكيان، وبالتالي هنا ستصبح الكلفة العسكرية والمالية وحتى الرمزية بصفة عامة، الصورة على المستوى العالمي لن تقتصر فقط على الكيان، بل سيصبح الجميع، كل الذين سيأتون للدفاع عنه سيصبحون متورطين. ولكن دائما في حسابات أخرى ليست فقط مرتبطة بمحور المقاومة، بل مرتبطة بالكيان وحلفائه. أزمات خطيرة جدا لن تمس المنطقة فقط، بل ستمس العالم. خذي أبسط مثال فقط أستاذة، إذا اشتعل البحر الأحمر وأصبحت فعلا جبهة اليمن جبهة مشتعلة وجبهة مباشرة، فإنه هنا خط تجاري ومعبر تجاري مهم جدا، يعتبر من شريان من شرايين التجارة العالمية، تقريبا سيتوقف النفط من خليج العرب عبر خليج عدن، هذه أيضا كلها ستتوقف. إذن الأزمة التي سيعيشها العالم إن اتجهنا نحو هذا السيناريو أزمة خطيرة جدا. لهذا أقول بأنه إلى غاية الآن الذهاب نحو المواجهة المفتوحة ليست خيارا بالنسبة لمحور المقاومة، وقد أعلنوا، لكن الكيان هو يدفع نحو ذلك فعلا. لهذا قلنا بأنه اليوم خيار المواجهة المباشرة هو خيار للطرف داخل الكيان وطرف داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تقديري كما كنا نتحدث في الكواليس أستاذة، في تقديري أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية ليست كلها على رأي واحد فيما يتعلق بالحرب المفتوحة. لذلك ربما نقف معك دكتور بوهيدل عند موقف الولايات المتحدة الأمريكية. نعرف بأن الانتخابات الرئاسية لها دور كبير وأساسي فيما يحدث اليوم
في قطاع غزة. الديمقراطيون ربما يحاولون أن ينجحوا مشروعهم فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، لكن الجمهوريون يدفعون نتنياهو نحو إشعال كل المنطقة وإسقاط مقترح الديمقراطيين، كأنهم أخفقوا في هذه العهدة الانتخابية. حسب رأيكم، من هي الكفة الأرجح، وهل يمكن لهذه الصراعات أن تتأزم أكثر طيلة الفترة الانتخابية المتبقية لبايدن؟ لا، هو يجب العودة أولا في اعتقادي إلى زيارة رئيس وزراء هذا الكيان نتنياهو إلى الكونغرس والتصفيقات الحارة لتبريرات الجرائم. هو جاء ليبرر جرائمه، هو لقى ترحابا كبيرا حتى من نائبة الرئيس وهي في نفس الوقت رئيسة الكونغرس، يعني بالمنصب هي رئيسة هذه الهيئة التشريعية المهمة في الولايات المتحدة، وهي المرشحة الأرجح أن تكون خليفة لبايدن بعد انسحابه، وهي كامالا هاريس. كامالا هاريس في تصريحاتها أكدت دعمها لا مشروط لنتنياهو، واعتبرت ما يحدث دفاع عن النفس. إذن هنا لا يمكن أن نفرق في اعتقادي ما بين ديمقراطي وجمهوري، يعني كلاهما سيء بالنسبة للقضية الفلسطينية. اليوم التنافس في اعتقادي ليس من يوقف الحرب في غزة، ولكن تنافس على من يدعم أكثر بطريقة أكثر نتنياهو وحكومته والإبادة الجماعية. واليوم أحد بيانات وزارة خارجية إيران على سبيل المثال وليس الحصر، يعني أكدت حسب الخارجية الإيرانية ضلوع الولايات المتحدة في اغتيال إسماعيل هانية. هذه وزارة خارجية، ما تحطوا على مواقع تواصل اجتماعي أو أخبار، ولكن الخارجية الإيرانية اليوم تتهم مباشرة الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة بغض النظر أنها أعطت الضوء الأخضر يمكن أن تساعد في هذا النوع من العمليات، وهذا أمر معروف وليس سرا، ويجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. طبعا من ناحية اللوجستية، القمر الصناعي، يعني أنك تضرب صاروخ ويجي هذاك الصاروخ ماشي في البيت كما شفنا صباح في أحد القنوات الأجنبية، صاروخ وصل إلى الجسم الشهيد إسماعيل هانية، يعني بدقة عالية كبيرة. يعني إسماعيل هانية لديه تحركات مضبوطة داخل إيران فترة وجيزة، جاء لهدف معين وهو حضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. الجديد هناك اختراق أمني أيضا أرادت أو أراد الكيان أن يثبته اليوم حتى يغطي على إخفاقاته الاستخباراتية في غزة. لكن لا يمكن أن نفصل أو نلغي دور الولايات المتحدة فيما يحدث اليوم. نتنياهو لا يمكن أن يتحرك دون سلاح ودون دعم استخباراتي ولوجستي دون الولايات المتحدة، والولايات المتحدة موقف صريح، يعني ما ليس بالجديد. وتوجد صريحات سواء كامالا هاريس أو قبلها بايدن الذي ما زال إلى غاية اليوم هو رئيس الولايات المتحدة، وترامب معروف موقفه، هو يعني صاحب صفقة القرن نذكر جميعا. يعني الولايات المتحدة لا ننتظر منها اليوم صراحة إيقاف هذا العدوان وهذا الاعتداء، ولكن الأمر ربما متروك للدولة المضيفة حتى تحقق، لأن هناك تحقيقات وهناك منظمات دولية اليوم عليها أن تتحرك، لأنه شفنا بعض الإدانات، شفنا كانت هناك إدانات واسعة رسمية وغير رسمية، قالت التخلص من قناة عربية ناطقة بالعربية، قالت التخلص من هانية إزاحة عنوان إزاحة. شفنا عناوين غريبة، المملكة المغربية يعني الجار الغربي، عناوين غريبة في الصحافة، بغض النظر أنه بعض الصحف تجاوزت الأمر، ركزت اليوم عندهم الملك وتخرج دفعات عسكرية إلى آخره، الخبر غير موجود تماما. إذن هناك تواطؤ من هذا النوع. هنالك مآلات أيضا دكتور حسام حمزة لهذا الأمر، وقبل أيام فقط ربما يحاول الكيان أن يغطي على إخفاقاته المتوالية طيلة هذه المدة، وربما آخر إخفاق هو قضية اعتقال الجنود الإسرائيليين بشبهة التنكيل بأسرى فلسطينيين، حادثة معسكر بيت ليد، يعني كان هنالك انزلاق
كبير فيما يتعلق العلاقات بين الشرطة للكيان وأيضا الجانب العسكري للكيان. كيف يمكن أن نقرأ ما يحدث الآن، وكيف يمكن له أيضا أن يغطي على كل هذه الإخفاقات؟ لفت للانتباه، لأنه عندما تكون في حالة من التأزم الآئلة للتفاقم على المستوى الداخلي، ليس هناك أسهل وأفضل من أن توجه انتباه الشارع إلى الأمام. نعم، والجماهير إلى شيء آخر بعيد تماما. وليس هناك أفضل من سيناريو كما قال الأستاذ أن تقدم لهم انتصارا زائفا بقتلي واغتيالي قائد أو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. إذن هي محاولة في الأخير للفت الانتباه عن مجموعة الأزمات التي يعيشها الكيان بالنظر إلى الفشل الذي يعيشه في غزة، وأيضا إلى حرب الاستنزاف التي يعيشها في الشمال. لا يجب أن ننسى بأنه حوالي 200,000 مستوطن أو مغتصب بالأحرى كانوا في مغتصبات الشمال، اليوم هم في المدن الداخلية للكيان. نعم. هؤلاء يشكلون ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية والاقتصادية والتربوية على للكيان. عندما نتحدث عن الإنفاق الضخم الذي ينفقه الكيان يوميا من أجل حماية نفسه، وخاصة بعد العمليات النوعية التي قامت بها المقاومة اللبنانية، هدهد عبر ما يسمى بطائرة الهدهد 1 و2 و3، هذا أيضا عبء أمني وعبء اقتصادي كبير جدا يتحمله من أجل حماية نفسه. إذن واضح جدا بأنه في حالة من التأزم يمكن أن نضيف لها. طبعا لن نتوقف حالات الانقسام على المستوى الداخلي، على مستوى الكنيسة بين الحكومة. هل يمكن لما يحدث الآن أن يرمم الانزلاقات وربما الفجوات الموجودة بين نتنياهو وغالنت؟ المسألة في اعتقادي أنه فيه اختلاف في التشخيص أستاذة ليديا. نعم. غالاند بالنسبة له أنه يجب أن نتجه نحو ترميم القدرة العسكرية، وبالتالي هذا قد يملي علينا في هذا الظرف تحديدا أن نتجه نحو صفقة لإنقاذ الأسرى، ثم لدينا الفرصة لكي نعود إلى الحرب مستقبلا. ولكن بالنسبة لنتنياهو، طبعا هو يدرك تماما بأنه إذا وافق على هذا الشيء هو سياسيا سيكون في حكم المنتهي، ثم أكثر من ذلك وكأنه سيكون اعترافا بانتصار حماس. لهذا هو يؤكد حتى في خطابه في الكونغرس وقبله دائما على فكرة أساسية، يجب القضاء على حماس، أن نقضي عليها تماما. إذن هو ما زال إلى غاية الآن يعتقد بأنه يمكن أن نقضي على حماس بالرغم من الرسائل التي تلقاها من الطرف العسكري في الكيان ومن الجيش الصهيوني، الذي في كل مرة يؤكد ويلح بأنه الذهاب أو الاستمرار في الحرب بالطريقة الحالية دون تحقيق أي هدف سيكون نوعا من الاستنزاف ونوعا من العبث. أستسمحك دكتور حسام حمزة، نعود لتتمة النقاش في هذا الموضوع، لكن وردنا الآن في هذا الخبر أنه قامت شركة سوناتراك وسونالغاز اليوم بتوقيع بروتوكول تفاهم. قبل قليل تم توقيع بروتوكول تفاهم مع الشركة الإيطالية إيني، شركة ذات أسهم. سيسمح هذا البروتوكول لكل من سوناتراك وسونالغاز وإيني بإجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية من خلال إنجاز كابل بحري يهدف إلى تبادل أو تزويد الكهرباء للسوق الإيطالية والأوروبية. وسيكون هذا المشروع ذو البعد الاستراتيجي للغاية، الأول من نوعه، وسيسمح بخلق مركز طاقوي يربط الجزائر بأوروبا. كما نتابع في هذه الصور مجريات التوقيع على هذا البروتوكول، وهي الصور التي وصلتنا منذ قليل. ويأتي هذا البروتوكول التفاهم الموقع اليوم لتعزيز التعاون القائم بين سوناتراك وإيني في إطار بروتوكول النوايا الاستراتيجية الموقعين بالجزائر في 23 جانفي من سنة 2023، واللذين كان يهدفان إلى تحديد المشاريع المشتركة المستقبلية
المتعلقة بالإمدادات الطاقوية، بالإضافة إلى الانتقال الطاقوي وإزالة الكربون كذلك. إذن كما نتابع في هذه الصور توقيع البروتوكول التعاون بين شركات سونالغاز سوناتراك وإيني الإيطالية، حيث يؤكد كذلك إبرام هذا البروتوكول طموحات الجزائر في تعزيز موقعها كمزود رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة بما فيها الكهرباء. إذن الصور راسلها لنا الزميل أحمد خير الدين الذي يلتحق بنا على المباشر من مدينة مينو الإيطالية. مساء الخير خير الدين. خير الدين، ما هي أهم الآفاق التي يحملها هذا البروتوكول؟ مساء الخير ليديا. نعم، من أمام هذه القاعة التي تم فيها قبل قليل التوقيع على بروتوكول التفاهم بين كل من شركة سوناتراك عن الجانب الجزائري وشركة سونالغاز أيضا، وعن الجانب الإيطالي شركة إيني بممثلها الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي. أظن أنه كان فيه انقطاع في الصوت ليديا نظرا للمشكلة التقنية، أنا لم أكن أسمعك. إذن قلت أنه هذه المذكرة مذكرة التفاهم، الهدف منها هو إنشاء كابل بحري يربط الجزائر بإيطاليا ومن خلالها القارة الأوروبية. هذه المذكرة أو هذا البروتوكول التفاهم يندرج ضمن العلاقات الثنائية القوية التي تربط الجزائر وإيطاليا. نذكر فقط ليديا أن هذه المذكرة تدخل ضمن تحديد المشاريع المشتركة المستقبلية المتعلقة بالإمدادات الطاقوية والانتقال الطاقوي وإزالة الكربون. الجزائر تسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات، اتفاقيات الشراكة والتعاون، إلى إبراز وتعزيز موقعها كمورد رئيسي لإيطاليا وللقارة الأوروبية بمجال أو في مجال الطاقة بما في ذلك الكهرباء. تابعنا وإياكم الصور التي كانت تعبر أو الصور الخاصة بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو البروتوكول الموقع بين شركتين جزائريتين، هما كل من شركة سونالغاز وشركة سوناتراك، وعن الجانب الإيطالي شركة إيني. إذن هذه المذكرة مذكرة التفاهم أو هذا البروتوكول الهدف منه هو إنجاز كابل بحري، الهدف منه تزويد إيطاليا بالكهرباء ومن خلالها القارة الأوروبية. الكل يعرف ليديا أنه تحديات عالم الطاقة في السنوات القليلة قد ارتفعت، خاصة في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم. ولا شك أنه في مثل هذه المعطيات أو الأمور، التواجد في السوق العالمية للطاقة وتعزيز الموقع بالنسبة لهذه الدول يتطلب عملا كبيرا ورؤية استراتيجية ونظرة استشرافية تتبناها وتقودها القيادة الجزائرية، وذلك من خلال تعزيز والإكثار من فرص الشراكة والتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة والشقيقة، وذلك في إطار تزويد هذه الدول بالكهرباء ومن خلالها تعميم تواجد الجزائر في السوق الأوروبية في مجال الطاقة وخاصة الكهرباء. جزيلا لك زميلي أحمد خير الدين على كل هذه التوضيحات والتفاصيل، كنت معنا مباشرة من ميلان الإيطالية. إذن أعود إلى ضيوفي في الأستوديو. دكتور حسام، كنا نتحدث عن مآلات ما يحدث الآن في المنطقة، اشتعال جبهة في لبنان، اغتيال إسماعيل هنية في طهران، هنالك جبهات أخرى يريد الكيان الصهيوني أن يفتحها، هل هو قادر على مواجهة كل هذه الجبهات؟ لا أبدا، ليس قادرا، يعني بلغة عسكرية، يعني بعيدا عن الخطاب الذي يسوقه، ولكن بحسابات عسكرية بعد 300 يوم بعد حالة الإنهاك التي تعرض لها في غزة، النفسية
الحالة المعنوية السيئة جدا لجنوده ولجيشه بعد 300 يوم من العمليات العسكرية في غزة، بعد كل الخسائر أيضا التي تجشمها، لا أعتقد بأنه سيكون قادرا على فتح جبهات بكل قدراته العسكرية. ولهذا فتح هذه الجبهات إذا فتح فعلا فإنه سيؤدي كما قلنا إلى توريط الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو بأنه تلقى ضمانات منها لمساعدته في حال فتحت هذه الجبهات. يعني فقط أستاذة ليديا، هناك نقطة مهمة جدا يجب أن نشير إليها على المستوى الفلسطيني. مثل هذه العمليات، تصاعد العمليات خاصة في الضفة الغربية، أعتقد بأنها باتت تملي أكثر من أي وقت مضى التفكير في الذهاب أكثر فأكثر نحو الوحدة الفلسطينية. ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في بكين أصبح اليوم واجب التطبيق من طرف كل الفصائل الفلسطينية إذا أردنا فعلا أن نتجنب ما هو أسوأ بالنسبة للقضية الفلسطينية مستقبلا. وأكيد أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المستجدات. نقف كذلك الدكاترة الكرام على محطة أيضا مهمة اليوم، وعلى خلفية موقف فرنسا من القضية الصحراوية وسحب السفير الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. أكد اليوم خلال ندوة صحفية أن رد السيد رئيس الجمهورية على تبريرات ماكرون كان صارما وحازما ودقيقا للغاية. الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية لا تعدو أن تكون صفقة. صفقة لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا. صفقة يتم إبرامها بين طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره، ألا وهو الشعب الصحراوي صاحب الحق وصاحب القضية، له دعمه ودرعه في الشرعية الدولية التي أقرت بمشروعية حقه وأنصفته خير إنصاف. وصفقة يتبادل فيها الأقوياء المنافع وهم يضحون غير آبهين وغير مكترثين بحق من لا قوة له إلا قوة القانون وقوة الشرعية. أما الملاحظة الرابعة والأخيرة فهي أن القرار الفرنسي، وبالرغم مما يصبو إليه من مآرب تخدم الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، فإنه يستحيل عليه أن يغير المعطيات القانونية الدولية لقضية الصحراء الغربية. فالقضية الصحراوية تبقى في نظر القانون الدولي إلى حد الساعة قضية تصفية استعمار، والقضية الصحراوية تبقى مسجلة على جدول أعمال اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، والقضية الصحراوية تبقى مطروحة أمام مجلس الأمن، والقضية الصحراوية تبقى تحظى ببعثة أممية لتنظيم استفتاء في الإقليم، وبمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة مهمته السعي لتحقيق حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. دكتور بوهيدة، للموقف الفرنسي الأخير الداعم للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، ألا تعتقدون أن هذا القرار له حسابات سياسية مشبوهة؟ أكيد أي شيء يقوم به إيمانويل ماكرو هو مناورة، يعني منذ عهدته الأولى وبداية هذه العهدة الثانية هو
يعني في عهودته الثانية لم يقدم على هذه الخطوة أو خطوات أخرى إلا بعد أن ربما استنفد كل الحلول لاسترجاع الجزائر، لأن فرنسا اليوم فقدت الكثير، وهذا ربما ما يزعج الفرنسيين والحكومة الفرنسية إلى آخره. لذلك قرار ماكرون، قرار فرنسا عموما ليس بالمفاجئ، لأنه كانت منذ البداية 2005 و2007 كانت من بين من صاغ هذه الفكرة، فكرة الحكم الذاتي المزعومة، وهي تدعمها حتى لو في السر. هذا ليس بالأمر الجديد، لكن اختيار التوقيت أعتقد أنه لخلق نوع من التشويش على الموقف الجزائري أو المواقف الجزائر تجاه عدد من القضايا وأهمها القضية الصحراوية. بعد أن فقدت فرنسا الجزائر ربما مالت يعني الكفة لصالح الرباط، يعني شفنا اليوم حتى الملك المغربي يعني بكل يعني المراهقة السياسية أيضا يبعث برسالة شكر لإيمانويل ماكرون ليشكره على هذا الدعم المزعوم ويدعوه لزيارة الرباط. أعتقد أنه وزير الخارجية لخص كل شيء بخصوص موقف الجزائر. هو موقف أيضا هو موقف سيد ثابت غير قابل للمساومة، لأنه هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا. والجزائر اتخذت خطوة مهمة في التصعيد الدبلوماسي مع فرنسا، هي ليست خطوة عشوائية أو ارتجالية، ولكن هناك اتفاقية فيينا 61 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية إلى آخره. الجزائر اختارت سحب السفير وتقليص التمثيل، هي أول خطوة، هي خطوة تاريخية. سبق وان سحبنا السفير للتشاور، نعم، لكن سحبنا السفير وتقليص التمثيل الدبلوماسي لقائم بالأعمال، وإمكانية التصعيد تبقى واردة نحو ربما حتى إعلان السفير الفرنسي في الجزائر شخص ما غير مرغوب فيها، وربما الذهاب حتى لقطع العلاقات إن تعنتت فرنسا في موقفها. إلا أن الأمر مرتبط أيضا بالداخل الفرنسي والحكومة المنتهية عهدتها، واليوم في انتظار حكومة جديدة. هناك صراع داخلي، الدولة العميقة في فرنسا أيضا تضغط اليمين المتطرف أيضا بعد أن فشل في العودة في التشريعيات. اليوم أول من رحب بما قام هذا به القرار، أعتقد أنه ما يحدث داخل فرنسا الثراء، لكن ما يهمنا نحن شيئان. من ناحية الميدانية الأمر، القرار الفرنسي وهذه الخطوة لن تقدم ولن تؤخر شيء على أرض الواقع. القضية موجودة في على مستوى لجنة الأمم المتحدة، نعم، تصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة، هي هو مجرد فقط التودد إلى المغرب لمصالح شخصية واستفزازات للجزائر ومؤقتة أيضا. ما الذي ستستفيده فرنسا من مثل هكذا تصريحات ومواقف؟ هل نستطيع القول أنه ما يحدث اليوم في الداخل الفرنسي لا يزيده تأزما مثل هكذا موقف للحكومة الفرنسية؟ لا، في تقديري العكس، تقديري العكس، لأنه ماكرون يبحث إلى غاية الآن، تدركين أستاذة ليديا ويدرك المشاهد بأن فرنسا إلى غاية الآن هي دون حكومة بعد الانتخابات التشريعية، نعم، والنتائج التي أفرزتها أغلبية لليسار ولكنها ليست أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة. وفي الوقت نفسه رئيس ماكرون يناور بكل الطرق لكي لا يعين وزيرا أولا من كتلة اليسار، بالرغم الاقتراح الأول والثاني الذي قدمته هاته الكتلة، ما زال إلى غاية الآن يرفض. وبالتالي أنا أعتقد بأنه اهتدى إلى طريقة يعين من خلالها حكومته، هي الاقتراب أكثر نحو اليمين المتطرف. إذا اقتربت كتلة الوسط اللي هي ما يسمى بتيار الماكرونية وحزب النهضة مع اليمين المتطرف، هنا ستكون لدينا أغلبية مطلقة داخل البرلمان، وبالتالي يمكن أن نتجه نحو تشكيل حكومة تكون فيها الكثير من اليمين المتطرف، ولكن ربما يتنازل فيها عن رئاسة الحكومة للماكرونية. إذن على المستوى الداخلي قد يكون مخرجا ما لتجنب وصول اليسار إلى السلطة، وبالتالي الإبقاء على استرضاء اللوبيات الكبرى وخاصة اللوبي الصهيوني، باعتبار أن اليسار أعلن في مواقفه الكثير من
يعني أو في خطابه الكثير من المواقف المعادية للكيان والمؤيدة للقضية الفلسطينية، وفي حتى أعتقد رئيسة الكتلة أو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية قالت بأنهم مستعدون حتى للاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا تولوا زمام أمور الحكومة الفرنسية، وحتى أنهم لم يتقبلوا الخسارة الأخيرة، ويعني كانوا قريبين جدا من تحقيق النصر الذي كان يعتبر بالنسبة لهم تاريخي. نعم، إذن على المستوى الداخلي هو هذا، يعني أظن أنه سيحقق مكسبا لمكرون. على المستوى الإقليمي شيء آخر. على المستوى الإقليمي أولا عندما نتحدث عن فرنسا، هي ليست فرنسا التي كانت قبل 20 سنة ولا حتى فرنسا قبل 10 سنوات، يعني فرنسا اليوم هي قوة آفلة في المنطقة، في منطقة المغرب العربي وفي الساحل وفي إفريقيا عموما. الكثير من موجات المناهضة للتواجد الفرنسي، الخطاب المعادي للاستعمار للتواجد الفرنسي، أصبحت هي السائدة داخل الكثير من الدول الإفريقية، وبالتالي هي في حالة تراجع. يبدو بأنه استسمحك دكتور حسام حمزة نواصل حديثنا في هذا الملف، لكن الآن نتوجه مشاهدينا إلى غرفة الأخبار وموعد الرابعة مع الزميل بدر الدين عباسي. مساء الخير بدر الدين. مساء الخير ليدي، أهلا بكم مشاهدينا، نلتقي بعد الجينيريك. موعد أخباري الرابعة، أهلا بالجميع. بئس عميق وحزن بالغ تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نبأ انتقال المغفور له بإذن الله وزير المالية الأسبق السيد عبد الكريم حرشاوي إلى الرفيق الأعلى. وعلى إثر هذا المصابي يتقدم السيد رئيس الجمهورية بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد، داعيا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح الجنان ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج اليوم عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل. ويتعلق الأمر بيوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون مترشح حر، وعبد العالي حسن شريف عن حركة مجتمعي السلم. بعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي: أولاً، قبول 4 طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس، وعدم قبول طعن واحد شكلاً لوروده خارج الأجل القانوني. ثانياً، قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وذلك على النحو التالي: أولا، أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوة الاشتراكية. ثانيا، تبون عبد المجيد مترشح حر. ثالثا، حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم. ثالثا، ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رابعاً، تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الطاعنين فوراً طبقاً لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. وفي الأخير، تعلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا، أن جميع قراراتها ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل
المتعلقة بها. ممثلا لرئيس الجمهورية، يتوجه اليوم الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد الشيخ الغزواني، التي ستجري غدا الخميس الفاتح أوت 2024. نشط وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ندوة صحفية تطرق خلالها إلى العديد من الملفات الهامة، حيث أكد عطاف أن الجزائر تدين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران، باعتبارها عملية شنيعة وغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية. عطاف أكد أن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة لشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة. إننا ندين وندين بشدة هذه العملية الإرهابية الغادرة والشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني، وهي تتمادى في لا مبالاتها ولا اكتراثها بأبسط القواعد والضوابط الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية. إنها سياسة الأرض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني نهجاً وخطة واستراتيجية، قوامها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات: غزة، الضفة الغربية، اليمن، لبنان، سوريا وإيران. إنها حقا سياسة الأرض المحروقة، وكأن المراد منها هو إدخال المنطقة برماتها في دوامة الحروب. المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني، والخاسر فيها هو أمن واستقرار المنطقة والسلم الذي تصبو إليه. إن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها وإياه سائر الشعب الجزائري. هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين في غارة صهيونية على مقر إقامته في طهران، هذا بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. واعتبرت الحركة أن اغتيال إسماعيل هنية يعد تطورا خطيرا وجريمة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تخوض حربا مفتوحة مع الاحتلال وأن عملية الاغتيال الجبانة لن تحقق أهدافها. التفاصيل في تقرير إيمان بالمولود. هو آخر ظهور لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية خلال مشاركته بمراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد أمس بطهران، ليغتال على إثر قصف صهيوني غادر على مقر إقامته رفقة حارسه الشخصي. تطورات خطيرة دان على إثرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الاغتيال، معتبرا إياه عملا جبانا وتطورا خطيرا داعيا في نفس الوقت الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني. إسماعيل هنية سياسي فلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية من مواليد عام 1963 بغزة، كان سياسيا فلسطينيا وقائدا بارزا لحركة حماس، تقلد عدة مناصب أهمها رئيس وزراء دولة فلسطين عام 2006 ليكمل مساره في حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى حين اغتياله.
وعلى إثر هذا العمل الإجرامي أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد حدادا على اغتيال إسماعيل هنية. من جهتها نددت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعملية اغتيال القائد إسماعيل هنية لتعلن عن إضراب وخروج في مسيرات منددة بهذا العمل الجبان، مؤكدة أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية وفقا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها. عطاف أكد أن الرئيس الفرنسي أطلع رئيس الجمهورية بصفة مسبقة حول تغير الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، مبررا الخطوة بأنها تهدف إلى الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية هذه القضية. عطاف أكد أن رد رئيس الجمهورية على تبريرات الرئيس الفرنسي صارم وحازم ودقيق للغاية، معتبرا الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها. الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية لا تعدو أن تكون صفقة. صفقة لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا. صفقة يتم إبرامها بين طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره، ألا وهو الشعب الصحراوي صاحب الحق وصاحب القضية، له دعمه ودرعه في الشرعية الدولية التي أقرت بمشروعية حقه وأنصفته خير إنصاف. وصفقة يتبادل فيها الأقوياء المنافع وهم يضحون غير آبهين وغير مكترثين بحق من لا قوة له إلا قوة القانون وقوة الشرعية. أما الملاحظة الرابعة والأخيرة فهي أن القرار الفرنسي، وبالرغم مما يصبو إليه من مآرب تخدم الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية، فإنه يستحيل عليه أن يغير المعطيات القانونية الدولية لقضية الصحراء الغربية. فالقضية الصحراوية تبقى في نظر القانون الدولي إلى حد الساعة قضية تصفية استعمار، والقضية الصحراوية تبقى مسجلة على جدول أعمال اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار، والقضية الصحراوية تبقى مطروحة أمام مجلس الأمن، والقضية الصحراوية تبقى تحظى ببعثة أممية لتنظيم استفتاء في الإقليم وبمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة مهمته السعي لتحقيق حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وفيما يتعلق بالملف المالي، أكد عطاف أن اتفاق الجزائر يبقى المرجع للحفاظ على سيادة والوحدة الترابية لمالي، وأن الجزائر لا يمكن أن تدير ظهرها للأشقاء في مالي. أن لا حل عسكري للصراع في مالي صراع بين الأشقاء، وأن الحل حل سياسي ولا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا.
العنصر الثاني، قلنا أنها اتفاقية الجزائر من منافعها ومن إيجابيتها أنها حافظت على السيادة المالية وحافظت على الحرمة الترابية لمالي وحافظت على الوحدة الوطنية في مالي، وأن الاستغناء عن هذه الاتفاقية سيضر بكل هذه المكتسبات. في إطار الشراكة التقهوية، وقع مجمعا سوناتراك وسونا الغاز والشركة الإيطالية إيني بروتوكول تفاهم يسمح بإجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية من خلال إنجاز كابل بحري يهدف إلى تبادل أو تزويد السوق الإيطالية والأوروبية بالكهرباء. هذا المشروع ذو البعد الاستراتيجي للغاية سيكون الأول من نوعه، سيسمح بإنشاء مركز طاقوي يربط الجزائر بأوروبا. إبرام هذا البروتوكول يؤكد طموحات الجزائر في تعزيز موقعها كمزود رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة وبخاصة الكهرباء. ووقع عن الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك والرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز والرئيس المدير العام لشركة إين الإيطالية كلاوديو ديسكالزي. نحن اليوم منضمين على اتفاق فيما يخص الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا عبر خط بحري. سنقوم إثر هذا الاتفاق بالدراسات التقنية والاقتصادية وكذلك البيئية، وهذا الربط بين الجزائر وإيطاليا يسمح لنا بتصدير الكهرباء. هو اتفاق مهم جدا ويعزز التعاون بين إيطاليا والجزائر في مجال الأمن الطاقوي لإيطاليا، فقد كان التعاون مثمرا في مجال الغاز واليوم نضيف إلى ذلك الكهرباء، فهو مشروع مهم لربط الجزائر ليس فقط مع إيطاليا بل مع أوروبا أيضا، وهو يعزز الأمن الطاقوي كما قلت. الشراكة بين مجمعي سوناتراك وإيني الإيطالي هي تاريخية، ولنا العديد من المشاريع المثمرة والثقة المتبادلة خاصة في ظل الأزمة الطاقوية التي عاشتها إيطاليا وأوروبا. هذا الاتفاق كمرحلة أولى سوف نقوم بدراسة تنفيذية يعني تقييمية لهذا المشروع على أن تليه عدة مراحل أخرى في يعني إنجاز هذا الكابل البحري. هذا المشروع الكبير يأتي تماشيا مع مشروع القرن الذي يعني هو في طور الإنجاز في الجزائر، وهو مشروع 15,000 ميجاوات للطاقات المتجددة، ونشرعنا اليوم في أول مرحلة وهي إنجاز 3,200 ميجاوات. يعني الشركات الجزائرية وشركات أجنبية هي اليوم في طور إنجاز هذه المشاريع. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 30 جويلية الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على 3 إرهابيين خطيرين كان بحوزتهم مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف، 5 مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. وفي السياق نفسه، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 49 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 208,939 قرصا مهلوسا، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام.
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 103 أشخاص وضبطت 50 مركبة و46 مولدا كهربائيا و31 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاث بنادق صيد و2688 لترا من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، تمكن حرس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل51 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 509 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني. في ملف الصحراء الغربية، وفي تداعية الموقف الفرنسي إزاء الصحراء الغربية، شهدت اليوم خيمة اللاجئين الصحراويين مظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالموقف الفرنسي الداعم للاحتلال المغربي. وفي مستجدة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يدخل يومه 99 بعد 200، حيث خلف العدوان على مدينة خان يونس جنوبي القطاع وبعد 8 أيام ما يزيد عن 581 بين شهيد وجريح ومفقود، هذا واستقبل مستشفى الصليب الأحمر الميداني إصابات متفاوتة الخطورة جراء إطلاق نار من آليات جيش الاحتلال باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي. وبالضفة الغربية، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظتي الخليل ونابلس المحتلة، فيما تم اقتحام مدينة نابلس من جهة جبل الطور بعدة آليات عسكرية ومداهمة عمارة سكنية وسط اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال. في أخبار الأولمبياد، تأهل الجزائري سيد علي بودينا إلى نهائي السباق الترتيبي في رياضة التجديف بعد حلوله ثالثا في الترتيب العام بتوقيت قدره 6:57.06. وسيشارك الجداف بودينا في السباق الترتيبي 2000 متر في سباق فردي وزن ثقيل المزمع إجراؤه في 3 أوت القادم. بدأ مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري، العودة إلى زميلة ليديا وتتمة برنامج ما بعد المنتصف. إليك. شكرا جزيلا لك زميلي بدر الدين. إذا مشاهدينا نواصل حديثنا حول الموقف الفرنسي الأخير الداعم للاحتلال المغربي للصحراء الغربية. دكتور بوهيد، كما تابعنا كانت هنالك مظاهرات شعبية حاشدة في مخيمات اللاجئين الصحراويين على خلفية هذا الموقف. لا، هو الأكيد أنه الشعب الصحراوي ضد أي مخطط للحكم الذاتي، لأنه ضد الشرعية الدولية، هذا شيء مفروغ منه، وأبانوا عن ذلك من خلال هذه الاحتجاجات حتى يشاهد العالم بأن الشعب الصحراوي رافض لهذا الموقف الفرنسي الداعم للاحتلال، لأنه هنا ظهرت الذهنية الفرنسية الاستيطانية الاستعمارية التي تريد تجسيدها اليوم مع حليف سابق وهو يعني كان المحتل السابق أيضا للمغرب من خلال هذا القرار المتهور المتسرع من طرف فرنسا. الأكيد أنه نتابع ربما دكتور بوهيد هذه الصور لمراسلة الزميل عمار طواقين لهذه المظاهرات الشعبية الحاشدة التي رصدها لنا من المخيمات اللاجئين الصحراويين.
بالفعل نحن الآن متواجدون بمخيم أوسر اللاجئين على غرار باقي المخيمات التي تشهد تظاهرات تمييزية بالموقف الفرنسي. نحن الآن متواجدون بمخيم أوسر الذي يشهد عديد التظاهرات على مختلف الدوائر أيضا في القاعة الرئيسية. لذلك أسعد باستضافة الرسول أمام التنظيم السياسي. ما هو موقفكم من هذا القرار الأخير لفرنسا؟ شكرا جزيلا. هذه فرصة سعيدة أن التلفزة الجزائرية تحضر في محطة أو محطات من مهرجانات المسيرات اللي نظموها الجماهير والسلطات دوائر ولايات الجمهورية العربية. تأييد والشكر وعرفان للجزائر على مواقفها الثابتة وعلى انسجامها مع قيمها ومثل ثورة نوفمبر، لكن كذلك بالتنديد مواقف الخزي والعار بالدولة الفرنسية. الطرف الصحراوي هذا القرار بالنسبة ليس قرار مفاجئ. فرنسا يعني منذ بدايات الصراع ومقابله واقفة في صف النظام المغربي. فرنسا لا تمثل الاستعمار، لا تمثل الوجه القبيح للعالم. فرنسا لها سمعة سيئة ورصيد سيء من الأفعال المخزية في الجزائر، في إفريقيا كاملة، في آسيا، في أي منطقة أخرى. وبالتالي هذه موقف ما هو جديد، لا نستغرب على فرنسا، لكن يعني صحراويين في مسيرتهم على مدار 51 سنة أذاقتهم فرنسا يعني مختلف أصناف التنكيل والبطش، يعني من خلال القنبلة بطائرات الجاغوار والإف 5 والقنابل المحرمة دوليا، يعني دعما وإسنادا للنظام المغربي. لكن كذلك يعني من أسباب وقوف وصمود بقاء النظام المغربي صامد هو الدعم السخيل تقدمه فرنسا وأمريكا وإسرائيل وغيرهم من أعداء الحرية وأعداء التقدم. هذا احنا يعني الهون في ولاية أوسر اليوم على قرار بقية ولايات، وهذا ربما حضرت الجانب منه في ولاية العيون على امتداد جميع الولايات، مسيرات حاشدة وخطابات مؤيدة للموقف الجزائري وشاكرة وممتنة ومقدرة، لكن ذاك شاجبة ومدينة للموقف الفرنسي المخزي اللي في الواقع ما هو جديد على الصحراويين. احنا من ولايتها وسرد نأكد شكرنا وعرفاننا للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري على مواقفهم الثابتة المنسجمة مع قيم ومبادئ ثورة نوفمبر. الجزائر للدافع عن حقوق الشعوب أينما عادت، الجزائر يعني تخلى عن مصالحها مقابل ثباتها على مبادئها وعلى قيمها. كامل الشكر والتقدير للصحراويين المصرين على انتزاع حقوقهم، وهذا الموقف لن يكون له وقع يذكر. يعني فرنسا ما هم اليوم يعني مسلمة للمغاربة بلا والله. الشيء الجديد هو كيف مستقبلا نتعامل مع فرنسا في طار بعث الأمم المتحدة ووجودها باعتبارها طرف منحاز غير حيادي. إذن هذا بكل تأكيد يطرح تساؤل حول مصير الإدارة الفرنسية في بعثة البعثة الأممية لتسوية المشكل. وبالتالي كامل البعثات الأممية اللي عندها علاقة مباشرة بموضوع الصحراء الغربية كلنا امتنان وشكر للجزائر شعب وقيادة وعلى رئيس السيد الرئيس عبد المجيد تبون ولكافة القوى السياسية الجزائرية على المواقف اللي عبرت عنها وللشارع الجزائري وللجزائر يعني خارجيتها هيئاتها الوطنية على المواقف الثابتة والدعم. وهذا فقط ما هو شيء مع الصحراوية، فقط مع أحرار العالم مع كل قضايا يعني الأحرار. شكرا جزيلا. شكرا لك. بالفعل هي مواقف ثابتة على حقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. أيضا كذبات هي الثناء للموقف الجزائري الثابت الداعم للقضايا العادلة على غرار القضية الفرنسية والصحراوية. لذلك
هب الشعب الصحراوي رافضا لهذا القرار الذي يعد في إطار السياسة التوسعية الاستعمارية التي دأب مختلف رواد الاستعمار لدعمها، وخاصة تلك المتعلقة برواية الاحتلال للمقتل المغربي بحقية بالصحراء الغربية، بينما الشعب الصحراوي يرفض ذلك جملة وتفصيلا. شكرا جزيلا لك زميلي عمار طواقين ولضيفك الكريم دكتور حسام. إلى أي مدى يمكن لهذا الموقف أن يعقد مستقبل التسوية ويزرع كل أسباب لا استقرار في المنطقة؟ أكيد، لأنه يأتي عكس الشرعية الدولية أو المسار الذي تأخذه التسوية الأممية للمسألة الصحراوية. الموقف الفرنسي اليوم يأتي ويسير عكسها تماما، وبالتالي هو استفزاز من شأنه أن يؤثر على السلم في المنطقة، على السلم في الصحراء الغربية والسلم في كل المناطق المجاورة لها. ولهذا حتى إذا تحدثنا بلغة أمنية واستراتيجية، الجزائر ستكون متأثرة بكل تداعيات هذا القرار غير محسوب العواقب من طرف فرنسا، خاصة وأننا نتحدث عن دولة هي عضو دائم في مجلس الأمن، لديها تأثيرها في النقاشات الدائمة التي تحصل حول المسألة الصحراوية في المجلس، وبالتالي ستصبح حجر عثرة للأسف في هذه النقاشات حول المسألة. ولكن هذا لن يغير من طبيعة المسألة في شيء. إلى غاية الآن هذه القضية هي مسألة تصفية استعمار، المخرج الوحيد هو الاستفتاء، استفتاء تقرير المصير. المبعوث الأممي يأتي من أجل مناقشة هذه المسألة إلى غاية الآن، وكما ذكر أيضا وزير الخارجية الجزائري صباحا في ندوته الصحفية، مقترح الحكم الذاتي ما هو إلا مقترح لتكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وإلى غاية الآن لم يجري مناقشته أبدا ولو لدقيقة واحدة ولو لبضعة ثواني مع أي طرف في لقاءاتهم بالمبعوث الأممي المكلف بهذه المسألة. إذن من الناحية القانونية لن يكون له أي أثر، ولكن من الناحية السياسية سيعرقل الحل ويعرقل الجهود التي تصبو إلى إيجاد حل نهائي للمسألة والنزاع بين الصحراء الغربية والمغرب. حتى أن ماكرون يعني هنالك تناقض في تصريحاته، حيث يعني أكد أن فرنسا تبقى وفية لتعهداتها بدعم جهود الأمين العام الأممي، لا يمكن لها أن تبقى وفية في إطار هذا الموقف. صحيح. دكتور بوهيدل، السيد رئيس الجمهورية اعتبر الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد، لا يعتبر سوى مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها. بالفعل، وهذا شيء أيضا ملاحظ منذ البداية، والدليل أنه رئيس الجمهورية كثيرا ما كان يتفادى يعني الاستجابة إلى دعوة إيمانويل ماكرون لزيارة باريس، يعني هذه الزيارة المؤجلة والتي يبدو أنها ستبقى مؤجلة. أعتقد أنه كانت هناك رؤية واضحة تجاه الموقف الفرنسي المناور دائما للجزائر والكيل بمكيالين، والعمل بسرية وخفاء مع الطرف المغربي، لأنه هذه الذهنية الاستيطانية يعني تتناسب مع الذهنية الاستيطانية أيضا للمغرب ومواصلة احتلاله للصحراء الغربية، لكن كل هذا يبقى ضد الشرعية الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على كل هذه التحاليل. الشكر موصول كذلك للدكتور حسام حمزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. العفو أستاذ. شكرا. مشاهدينا يبقوا معنا متواصلون ومحطات ما بعد المنتصف بعد هذا الفاصل. في ولاية الجلفة، هذه الولاية السهبية استطاعت أن تغير وتكيف طابعها الفلاحي بالاستثمارات الهامة التي شهدتها هذه الولاية في السنوات الأخيرة. كنا نديروا تجربة والحمد لله ما كناش منتظرين النتائج اللي رانا فيها، نتائج كبيرة والحمد لله على كل حال. اللي حاب يستثمر هذا الوقت المناسب. العدد يتضمن أيضا روبورتاجا حول ملتقى نظمته غرفة الفلاحة لولاية الجزائر العاصمة، ارتكز حول تكييف مختلف الأنشطة الفلاحية والظروف المناخية التي صارت تميز بلادنا في السنوات الأخيرة. وأخيرا ومن ولاية جيجل، سنسلط الضوء على شعبة تربية الأبقار وتحويل الحليب في هذه الولاية الجبلية. الاقتصاد الأخضر،
الخميس في 6:00 مساء على القناة 3 الإخبارية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا ننتقل إلى ملف اقتصادي نقف فيه عند تنويع الشراكات وأهمية ترقية المنتوج الوطني كإضافة نوعية في الاقتصاد الوطني. وللتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور أحمد حيدوسي المحلل الاقتصادي. مرحبا بك دكتور. مرحبا، شكرا على الاستضافة، تحية لك وللمشاهدين الأكارم. دكتور، الجزائر اعتمدت في السنوات الأخيرة مبدأ تنويع الشراكات، كيف يمكن لهذا النهج أن يقدم إضافة نوعية للاقتصاد؟ فعلا الحكومة الجزائرية ترغب في تقديم إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ككل برفع الناتج أولا الكلي الجزائري في 2027 والسنوات التالية، وكذلك رفع معدلات النمو، وهذا لن يتم إلا عبر المرور عبر محددات النمو والتي حددها النموذج الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة عبر أربع محددات رئيسية، هي الاستهلاك، الاستثمار، والإنفاق العام، والتجارة الخارجية. بالنسبة للاستهلاك، هناك ارتفاع في الاستهلاك حسب آخر مؤشر للديوان الوطني للإحصائيات الذي يعني طرح مؤشر الاستهلاك برفع الدخول أو رفع الأجور المتتالي للسنوات الأخيرة. بالنسبة للاستثمار، هناك إقبال كبير على الاستثمار من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسجيل أكثر من 8000 مشروع استثماري، بالإضافة إلى أو جزء منها باستثمارات أجنبية سواء بالشراكة مع طرف محلي أو باستثمار مباشر. كذلك بالنسبة للإنفاق العام، هناك يعني هذه السنة خاصة 2024 إنفاق عام مهم جدا من خلال موازنة 2024. كذلك بالنسبة للتجارة الخارجية، ارتفاع حجم الصادرات خاصة خارج قطاع المحروقات. إذن الحكومة الجزائرية من خلال هذه الأربع المحددات تركز على رفع الاقتصاد الوطني. وعندما نتحدث عن ترقية المنتوج الوطني عبر الشراكة مع خاصة مع مؤسسات ذات قيمة عالية، والتي عبر التجارب التي قامت في السنوات الأخيرة نجد دول خاصة دول صديقة، نجد نماذج مثل خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الجزائر ميزة تنافسية، والتي حددها قانون الاستثمار كقطاع الصناعات التعدينية و قطاع التعدين بصفة عامة، وشراكة المتميزة وأن بشراكة مع قطر أو بشراكة مع كما قلنا مع تركيا في الغرب الجزائري، والذي أعطى يعني نتائج جد مرضية، والتي حتى أن رئيس الجمهورية كرمه في هذا الأسبوع الماضي كأحسن شركة مصدرة، بالإضافة إلى شراكة أخرى مع الصينيين من أجل استغلال في المعادن الموجودة في الجزائر وتقديم قيمة مضافة من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتكملة لقطاع المحروقات. إذن هذه الشراكة المتميزة والتي تريدها الجزائر هي الشراكة والتي تحدث عنها حتى رئيس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، هي التي تحظى بالأولوية، التي تقدم قيمة مضافة سواء من حيث التكنولوجيا أو من حيث عدد المناصب العمل. وفي نفس السياق تحدثنا عن قطاع التعدين، نتحدث عن مشروع آخر واعد يعني يرتقب القيام به بشراكة كذلك مع ماليزيا من خلال مجمع ليون بحجم 6 مليار دولار، كذلك قيمة مضافة، خاصة أن الجزائر تعول على استغلال الخام الحديد الجزائري الذي سيخرج من منجم خارج بلاده، وبالتالي قيمة مضافة أخرى يعني تضاف إلى الصناعة التحويلية في مجال التعدين، بالإضافة إلى شراكات أخرى. ربما إلى شراكات أخرى. واليوم يعني كان هنالك عقد شراكة مهمة جدا بين شركتي سونالغاز وسوناتراك مع شركة إيني الإيطالية في مجال الكهرباء، ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الاتفاق للجزائر وللطرفين عموما وللجزائر خصوصا؟ نعم، كما قلنا أن الجزائر ترغب في رفع أو الحكومة الجزائرية ترغب في رفع حجم الاقتصاد الوطني ورفع الناتج الإجمالي ورفع معدلات النمو، هذا كما قلنا باستغلال كافة الموارد والإمكانيات. تحدثنا عن التعدين، سنتحدث عن الطاقة، يعني اليوم إنتاج الكهرباء الجزائر اليوم قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال بإنتاج 25 ألف ميجاوات،
يتم إنتاج هذه الكهرباء بتقريبا 99% بالغاز. اليوم الجزائر كذلك تطرح مشروع طموح من أجل إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، ستضاف 15,000 أخرى إلى 25,000 ميجاوات. إذن توقيع هذا العقد الشراكة سيعطي الجزائر يعني قيمة مضافة أخرى، ويجعل الجزائر كمصدر مهم في توريد الطاقة لأوروبا، بالإضافة إلى الطاقة الأحفورية كالغاز والبترول. هيجعل الجزائر كمورد مهم في مجال الطاقة بالنسبة للوجهة الأوروبية. صحيح أن الجزائر تصدر الغاز كمادة أولية في إنتاج الكهرباء بالنسبة لليوم لإيطاليا، وبالتالي اليوم لما نصدر الكهرباء المنتجة سواء بطاقة شمسية أو بالغاز كقيمة مضافة أخرى، يعني ناهيك عن الدخل والمصادر المالية التي يتم جنيها، سيتم خلق عدد كبير من مناصب العمل، يعني قيمة مضافة. عوض أننا نصدر الغاز كمادة أولية، نصدر كهرباء قيمة مضافة. هذا سيعزز مكانة كما قلنا الجزائر في مجال الطاقي، بالإضافة إلى الغاز والبترول. كذلك سيزيد من تعزيز أيضا يعني في إطار هذه الشراكة تحديدا على أهمية نقل التكنولوجيا، ونعرف أن إيني الإيطالية شركة ذات أبعاد عالمية، وقد جمعتها مع بعض الشركات الجزائرية اتفاقيات تعاون من قبل. نعم، خاصة في أن شركة إيني لديها خبرة عالمية في مجال يعني التنقيب والاستكشاف والاستغلال المحروقات بصفة عامة، بالإضافة إلى شراكة في مجال الحد من الانبعاث الكربوني من خلال يعني تخفيض هذه البصمة الكربونية واسترجاع الشعلة بكميات كبيرة. هذا كذلك يسمح بضخ الكميات المسترجعة في الأنابيب وتوجيهها نحو الوجهة الأوروبية. كما قلنا أنه هذا سيسمح بزيادة تشبيك الاقتصادي سواء يعني إيطاليا في الاتحاد الأوروبي والجزائر، يعني تربطها علاقات يعني متميزة، وعلاقات أو اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. بالتالي هذه يعني تعزز التشبيك الاقتصادي بين الطرف الجزائري والطرف الأوروبي، بالإضافة كما قلنا إلى نقل التكنولوجيا، توفير مناصب عمل، تمنح الجزائر كورقة أخرى في التفاوض لعدة ملفات ما دامها لاعب رئيسي في مجال الطاقة في توريدها لأوروبا. نلاحظ كذلك دكتور أن هنالك تنافس دولي لعقد شراكات مع الجزائر، هل هذا سببه توفر المناخ المناسب لهذه الشركات لعقد مثل هكذا شراكات في مختلف المجالات؟ نعم فعلا، أنه أولا نجيب الحديث عن الجانب التنظيمي بالنسبة لقانون الاستثمار، يعني قانون الاستثمار قانون مشجع ومحفز على جلب الاستثمارات إلى الجزائر. كذلك المناخ الاستثماري يعني يعرف قفزة نوعية في السنوات الأخيرة. كذلك كنا نتحدث عن مجال الطاقة وتحدثنا عن الكهرباء اليوم بتوقيع هذه الاتفاقيات وبالبرامج التي سيجمع إنجازها، نتحدث عن دخول منذ أيام فقط أكبر محطة لإنتاج الكهرباء تضاف إلى المحطات الموجودة والتي رفعت قدرات الجزائر في مجال إنتاج الكهرباء. هذا كله يحفز الشركات الأجنبية للدخول إلى الجزائر، خاصة نحن الآن في ظل شح الطاقة على مستوى العالم، وتحدثنا منذ قليل عن الشركة الماليزية التي ترغب للدخول إلى السوق الجزائرية بسبب انخفاض أسعار الكهرباء. وكذلك عدد كبير من الشركات الألمانية خاصة في قطاع الصناعات الميكانيكية ترغب في الخروج من ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع حتى المدخلات العملية الإنتاجية بأسعار جد مرتفعة. لذلك نعم تجعل الجزائر كأكبر سوق في شمال أفريقيا، كسوق واعد، كسوق يحقق معدلات نمو مرتفعة، كسوق قدرة الشرائية تعتبر كذلك يعني ارتفعت في السنوات الأخيرة، باعتبار أن الجزائر ذات الدخل المتوسط الأعلى حسب تصنيف الأخير للبنك الدولي، وبالتالي هناك سوق واعد، سوق جذاب، يسيل لعاب الشركات الكبيرة للدخول إلى هذا السوق، ومدام أن هناك كذلك يد عاملة
مؤهلة وقابلة على التعلم أكثر أكثر باحتكاكها بالتكنولوجيا العالمية بالخبرات الأجنبية خاصة خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. أصبح هناك استقطاب مهم جدا للشباب للتنافس في هذا المجال. ربما دكتور قبل أن نواصل حديثنا في هذا الموضوع مشاهدينا، حان الآن موعد أذان صلاة العصر للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. ننصت لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن المشاهدين نواصل حديثنا مع الدكتور حدوسي، ربما هما نقف كذلك على ترقية المنتوج الوطني والامتيازات التي أصبحت تمنح للمنتوج الوطني الذي من شأنه هو كذلك أن يساهم في تنويع هذه الشراكات. نعم، ما تقوم به الحكومة هو تحفيز المستثمرين ومنحهم امتيازات وتحفيزات ومساعدة سواء من خلال العقار الصناعي أو من خلال التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية وغيرها، من حتى بالنسبة للتصدير المرافقة ويعني المرافقة اللوجستيكية وحتى المالية. هذا كله سمح للمستثمرين والصناعيين الجزائريين يعني تسابق الزمن من أجل إيجاد لهم مكانة في السوق الدولية وحتى في السوق المحلية، باعتبار أن كما قلنا يعتبر السوق الجزائري من أكبر الأسواق في شمال أفريقيا وكذلك سوق واعد يعرف ديناميكية. وهذا ما أثبته المنتوج الجزائري خلال المعارض الأخيرة التي شهدنا أنه إقبال كبير سواء بالنسبة للمواطنين الجزائريين، ويعني كانت هناك نظرة إيجابية بالنسبة للمنتوج الجزائري
أو حتى بالنسبة للمعارض الدائمة التي أقيمت في الخارج على غرار معرض نواكشوط أو في داكار أو حتى في دول أخرى، يعني شهد المنتوج الجزائري إقبال كبير، وبدليل أن ارتفاع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات واليوم تقترب من 7 مليار دولار على أمل بلوغ ربما أكثر من 10 مليار دولار، ولما لا وصول إلى 29 مليار دولار في آفاق 2030. هناك طموحات أيضا لتوجه نحو شراكات استراتيجية في مجالات ربما لم تبادر بعد الجزائر في أن تعقد فيها شراكات مع دول أجنبية. فعلا هناك كما قلنا الجزائر تمتلك العديد من المقومات والعديد من المجالات ويمكن استغلالها، تحدثنا عن قطاع التعدين، يمكن كذلك الحديث عن قطاع الفلاحي وبعقد شراكات على غرار الشراكة مع القطريين من أجل إنتاج الحليب وإنتاج اللحوم وغير ذلك، كذلك مع إيطاليا في مجال إنتاج الحبوب وإنتاج العجائن، ربما في القطاع السياحي في مع دول أخرى ويعني قيام بإنجاز فنادق، هناك كذلك مجالات أخرى يمكن استثمار فيها على غرار صناعات الميكانيكية حتى كذلك صناعات البتروكيماوية بشراكة كذلك مع بتروفاك البريطانية لإنتاج يعني مشتقات البترول وغيرها من يعني المشاريع. آفاق أرحب كثيرة للجزائر يمكن لها أن تعقد من خلالها شراكات مع مختلف الشركات الكبرى في العالم. دكتور أحمد حيدوسي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج ما بعد المنتصف، نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.